بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وبارك اللهم في هذا الصباح الجديد على من سكن قلوبنا جميعا وسلم عليه الناس قاصيها ودانيها، سيد الخلق حبيبنا طه العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. أوفياء الخامسة في هذا الصباح الجديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أهلا وسهلا بالجميع في رحاب الضحى في هذا اليوم الجديد والموعد المتجدد من يوم الاثنين الخيري بامتياز. أسأل الله سبحانه وتعالى بمعية كل زملائي ليخدموكم في هذا الصبيحة الطيبة بكل صدق. نسأله اللهم أن يعيننا جميعا لخدمتكم أيما خدمة. تحية خالصة لكل أوفيائنا، لكل من نحبهم كثيرا في الله. أهلا وسهلا بكم في رحاب الضحى في هذا اليوم الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الذاكرين له في كل لحظة وفي كل حين، وهي فرصة لتطهير أرواحنا وقلوبكم الطيبة والجميلة بذكر الرحمن في كل لحظة وفي كل حين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الملك وأنت على كل شيء قدير. اللهم نسألك في هذا الصباح زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الرزق وصحة في الجسد وتوبة بإذنك قبل الموت وشهادة عند حضور الموت، ونسألك عفوك يا أرحم الراحمين بعد كل ميتة لكل عبادك المستضعفين. اللهم نسألك في هذا الصباح الجديد أن تفك كربة من به كربة من عبادك المستضعفين. اللهم آمين لنا ولكم جميعا. تحية خالصة لكل القلوب الطيبة، تحية صباحية عطرة محمدية لكل من يتابعنا داخل وخارج الوطن. أهلا بكم جميعا في رحاب الضحى الذي يمتد بدءا من اللحظة بحول الله وعلى مدار الساعتين من الزمن لغاية حدود منتصف النهار إن كان في العمر بقية. تحية خالصة لكم جميعا، وهي إطلالة صباحية لكم جميعا فيها بعض التفاصيل لأحوال الطقس المرتقبة بمشيئة الله والله أعلم. على أحوال الطقس مع موبيليس. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الطقس مع موبيليس. كانت هذه أوفياءنا في كل مكان، إطلالة صباحية وأكيد وقفة عند أهم أحوال الطقس المرتقبة بإذن الله خلال الساعات القليلة المقبلة بحول الله. هي أجواء مشمسة وجميلة جدا، يبدو أنها ربيعية في عز الشتاء، فسبحان مغير الأحوال بين الفينة والأخرى. تحية خالصة لكم جميعا أوفياءنا في كل مكان، أحيي الجميع حتى أبعد نقطة يمكن أن يصلها بثنا مباشرة في هذا الصباح من الخامسة الجزائرية. نحييكم جميعا مشاهدينا الأفاضل. لبس نذكر بأرقامنا الداخلية 021-39-43-43 021-87-42-37. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. عديد الفقرات مشاهدينا الأفاضل راح تكون حاضرة وإياكم بحول الله. لبس أن نذكر بها في بداية البرنامج، بيت البيت أقول الكريم بمعية الأستاذ محمد الجرومية، سيتحدث بإذن الله عن المرأة الأرملة والمرأة المطلقة في مجتمعاتنا، كيف يتحول غياب الرجل إلى كون المرأة ضحية في هذا المجتمع. كما سيتحدث بإذن الله الأستاذ والبروفيسور سليمان ولد خصال من خلال فقرة المرشدة الخيرية عن أهم مصادر تمويل الجمعيات الخيرية في الجزائر على غرار باقي الدول العربية قانونا وشرعا كذلك. أما فقرة الخير مجلبة للخير من توقيع الأستاذ والإمام محمد بالعالية، سيتحدث عن شخصية أبو مسلم الخولاني بإذن الله الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. أما ضيوفنا في هذا الصباح مشاهدي الأفاضل فهم عبارة عن زهرات وزهور وأشبال الجزائر في المستقبل بحول الله. عن جمعية خيار الناس التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بلادنا الجزائر، راح يكونوا حاضرين بإذن الله للتعريف بأهم نشاطات هذا النادي، نادي خيار الناس. مرحب بكم جميعا مشاهدي الأفاضل، وأكيد نتمنى أن ترافقونا على مدار الساعتين من الزمن إلى غاية حدود منتصف النهار إن كان في العمر بقية. ويبقى دائما أرقامنا الداخلية تحت تصرفكم 021-29-43-43 021-87-42-37. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. أما الآن فقرتنا التالية إلى أسماء الله الحسنى التي من أحصاها منا ومنكم بإذن الله دخل الجنة، اللهم ارزقنا إياها. هو الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. الرؤوف ذو الرأفة، وهي أعلى معاني الرحمة وأشدها، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا، خاصة للمؤمنين في الآخرة. سمى الله سبحانه وتعالى ذاته العلية باسم الرؤوف، فهو الذي يدفع السوء عن عباده ويجلب لهم الخير ويحفظهم في أسماعهم وأبصارهم وجميع جوارحهم. وهو يدل أيضا على تعطف الله على عباده المذنبين فيفتح لهم باب التوبة. ورد اسم الرؤوف في القرآن الكريم 10 مرات في قوله جل وعلا:
إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقوله ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله أيضا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. تباركت معبودا وتساميت مقصودا سبحانك. الحليم صفة الحلم تعني الأنات، فهو سبحانه وتعالى ذو أنات لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، بل يصفح عنهم ويغفر لهم إذا استغفروه. فهو سبحانه يرغب بالعفو ولا يسارع بالعقوبة. ورد اسم الحليم في القرآن الكريم 11 مرة. قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقوله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وقوله أيضا والله غني حليم. أنت الواحد الذي لا يموت ولا ينام. التواب أي الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه، فهو سبحانه يرزق من يشاء الإنابة والتوبة إليه والإقبال عليه بعد المعصية، ويقبل ذلك منهم ويعفو ويصفح. فهو سبحانه يوقع في قلب عبده التوبة إليه فيقوم بها العبد مع شروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح، عندها يقبلها الله تعالى ويمحو الذنوب بها. ورد اسم التواب في القرآن الكريم 11 مرة، منها قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار لا إله إلا هو. صلوا وباركوا في هذا الصباح الجديد مشاهدي الأفاضل على بدر التمام ومصباح الظلام وشمس الإسلام سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. تحية خالصة ومجددة ومتجددة من ضحى القناة لكم جميعا أوفياءنا داخل وخارج الوطن. ما زلنا وإياكم بحول الله لغاية حدود منتصف النهار. ضيوفنا الأكارم من خلال بلاتو البرنامج راح يكونوا بإذن الله من الأيادي
الشابة في الجزائر والخير التطوعية التي تسعى لنشر كل ما فيه خير ونماء لهذه الأمة فكريا وعلميا. عن نادي خيار ناس التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين يحضرني وأتشرف كثيرا باستقبال أشبال وزهرات الجزائر في المستقبل بحول الله كل من الأخت كرميش هند عضو في نادي خيار ناس. السلام عليكم ومرحبا بك أختي الكريمة. شكراً على الاستضافة ونشكركم على اهتمامكم بنشاطاتنا واستضافتكم لنا. الشكر لكم ولمجهوداتكم أختي. راح نعود للحديث بإذن الله عن أهم النشاطات. أرحب كثيرا أيضا بالأخت دودو أحلام دائما عضو في نادي خيار الناس. السلام عليكم ومرحبا بك. عليك السلام. شكرا استاذة. الشكر لك. أهلا بك. معنا أيضا على يساري الأخ شبل من أشبال الجزائر بحول الله الأخ بوعليلي مولود دائما عضو من خلال هذا النادي. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم وشكرا استضافة ديالكم في القناة. أهلا بك. مرحب بكم جميعا في بيتكم اللي هو الخامسة الجزائرية. أهلا بكم. أبدأ ربما نقاش على يساري بالأخت كرميش هند. أول شيء يعني سنك قلت لي 18 سنة. 18 سنة. نعم ما شاء الله 18 سنة. يد من الأيادي الخيرة المعطاءة الشابة التي تحب خدمة هذا الوطن بأسلوبها وعلى طريقتها من خلال انخراط طبعا في هذا النادي. أول شيء ياريت لو تتكفلي بالإجابة عن تعريف أو بطاقة تعريفية لهذا النادي منذ متى تم استحداثها يعني مشواركم بشكل عام هكذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نادي خيار الناس هو نادي علمي ثقافي وعلمي تابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أي نعم. له عدة نشاطات منها نادي البستانة ونادي الكتاب الوقفي ويهتم بالطالب يعني نوفر كتب مدرسية مجانية للطلاب يعني. لدينا نادي المطالعة وهذه يعني تعتبر أعمال تطوعية. طيب. حط عليها الإسلام ودعا. كيف جاءت الفكرة قبل ما نطرقوا إلى ربما قضية النشاط؟ جاءت من رئيسة هذا النادي. هي جاءت هي الفكرة وطلبت من رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والأستاذ عبد الرزاق قسوم تحية خالصة لي ونائبه دكتور عمار طالبي هو يعني اللي ساندها وهو اللي كوقف باش تكون عند باش يكون اسم لهذا النادي وباش يكون يعني معتمد. جميل جدا. وكانت الانطلاقة منذ سنة 2000. نعم بدأت نشاطاته ب 2000 وانتشرت يعني ما شاء الله 18 سنة. ايه انتشرت يعني وشغل لقيت أهمية من مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2014. ما شاء الله. عندنا صفحة على الفيسبوك وقناة على اليوتيوب باسم نادي خيار الناس. الله يبارك ما شاء الله. يعني هكذا تم توسيع رقعة هذا لقينا اهتمام النادي لأنه كان فيه اهتمام من قبل. ربما بالحديث مولود بوعليلي هكذا أنت كشاب جزائري ما شاء الله 21 سنة أكيد انخراطك لم يكن هكذا كتجربة هكذا عابرة إنما أكيد كان فيه أمر لحفزك في نفسك كشاب جزائري يعني تسعى إلى خدمة هذا الوطن بطريقتك. ياريت لو تحدثنا عن الانخراط في هذا المجال وأهم الأمور الخيرية اللي وجدتها في هذا النادي تحديدا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا هذا النادي يعني باش دخلت له سنة 2016 يعني. أي نعم. 2016 مانيش قديم لدرجة يعني أنا باش دخلت يعني كانت الأستاذة نحييها الأستاذة بورويس أستاذة اللغة الفرنسية تحية خالصة لها هي اللي يعني شغل طرحت علينا هاد الانخراط وقالت لنا اللي يحب زعما يعمل عمل تطوعي وعمل خيري يعني هكذا يعني انا تقبلت الفكره على كل حال وشاركت معها يعني منذ ذلك الحين وانا في النادي هذا يعني عجبني الطريقه تاع فعل الخير ديالهم يعني الى الناس البسطاء ديالك يعني
هذا مثلا. نعم. على بها انا حبيت نعاون ونشوف كي تشوفي الناس هكذا يضحكوا فرحانين يقول لك يعطيك صحه، هذاك هو الصح يعني. نعم، هذاك ما يثلج الصدر. نعم. مولود، جميل جدا نسمع هذا من شاب جزائري، ربما احلام ايضا عندها نفس الاتجاه فيما يقولها زملائها في هذا الصباح. طيب هند، اهم نشاطات، اقول عفوا احلام، اهم نشاطات هذا النادي، استحدث النادي ما شاء الله 18 سنه من المد والعطاء، اهم نشاطات اللي لقيتوا فيها ارواحكم يعني تمدوا بدون بكل سخاء هكذا، الجانب العلمي والفكري، كيف يمكن القول انه فعلا هذا الجزائر تحتاج الى مثل هذا النوادي وهذه المجالات كي تكون فسحه لكل ابنائها امثالكم هكذا ما شاء الله؟ احنا النادي تاعنا كشغل يهتم بزاف بالعمل التطوعي، احنا العمل التطوعي شفنا باللي راه ناقص بزاف في الجزائر، احنا دوكا تيك رانا حابين شغل نجبدوا الشباب باش يتكفل بهذا العمل، باسكو بس يتلقى بزاف الاجر من عند الله عز وجل، احنا دوكا تيك ما نسحقوش الاجر مع حتى واحد، باسكو الاجر هذا ندوه غير من عند الله عز وجل. نعم، دوكا تيك احنا حابين نتحفزوا العمل الصالح، بس كشغل به اللي راح نطور المجتمع تاعنا ونرتقي به للاحسن والاحسن ان شاء الله يا رب. اهم الامور اللي ربما قمت بها كنشاطات هكذا المستوى النادي، فيه معارض، فيه ربما وقفات مع كل الطلبه، يمكن هند يعني تشرح لي هذه النقطه. يعني عملنا معارض في ثانويات في دار الشباب، يعني في الثانويه اللي ندرس فيها انا عملنا عده معارض، المعرض الاخير كان في بداية السنة، درنا فيه يعني كتب مدرسية مجانا، كتب المطالعة نادي البستانة يعني باش نعلموا الطالب، كان حاضر عملوا له ريبورتاج يعني وجاز في هذا الحصة تاع هكا. اي نعم. قلت لك يعني فيه بزاف نشاطات منها تاع نادي البستانة يعني باش نعلموا الطالب يحافظ على البيئة نادي المطالعة، يعني باش يتثقف ويعني واللي يعني تعرف يعرف يتصرف في هذا المجتمع. ثاني شغل كل ما نعملوا معرض نصيبوا نضموا لينا اعضاء، شغل ولينا قدوه حسنه ليهم. بالنسبه لجانب الاعضاء، ربما احلام تفصل لي في المجال، لانه انت طالبه جامعيه، فهل فيه تجاوب هكذا من قبل الطلبه خاصه النخبه من طلبتنا، نقولوا الجامعيين اللي عندهم رسائل هكذا يحبوا يقدموها؟ يا ريت تفضل انت او الاخت. نقدر نجاوبك على هذا السؤال؟ يعني احنا باش كي نجي نشوفوا يعني واش قلتي على الطلبه، يعني اذا لقينا اقبال يعني من الطلبه، من قبل الطلبه ماشي يجوا، يعني لقينا اقبال كبير على كل حال. يعني كي تشوفي بلديه كي تنظم زعما حفل، يعني كي تشوفي بلديه كي تنظم حفل زعما هكذا ما يحضر حتى واحد، مي كي ننظموا حنايا يعني مع الطلبه تلقاي كل فئات، صغار كبار، يعني كل فئات مثقفين يعني يحضرون من كل انحاء يعني المنطقه ديالنا بعناجه يعني. ما شاء الله. وايضا احلام في ذات السياق، احنا العمل التطوعي تاعنا هذاك شغل اللي يجي ليه بزاف الشباب، خصوصا كي نديروا معارض الكتاب الوقفي يتلقى بزاف رواج من طرف الطلبه، باسكو يلقاو الكتب اللي خاصتهم. احنا طالب ماشي قادر يشري كتاب، حنا نقدر نوفروه له مجانا، يقدر يديه يستفاد منه، نوفروا له كلش. نعم، في ذات السياق ربما هند، انت اصغر ربما عنصر ليس كذلك؟ 18 سنه. نعم، درتي 18 سنه ومازال. نعم نعم. ما شاء الله. الله يبارك. كان عندك سنوات هكذا من اللي انخرطتي في هذا النادي، اهم الامور اللي ربما شاهدتيها وحسيتي فيها نفسك انك تكبري معها، يعني تكبرين مع هذه النشاطات، هذا يعني انها غذاتك من الداخل، العمل التطوعي هو يروح قبل كل شيء. نعم. احكي لي على هذا الجانب كتحفيز في كل النفوس، نحن كشباب كثير منا يفقد هذا الروح في حد ذاتها، يا ريت لو تحكوا عن هذا الجانب. العمل التطوعي، اخترتك لانك اصغر عنصر. نعم. يلا تفضلي. العمل التطوعي كوننا مسلمين والاسلام. أيوة. حث على العمل التطوعي، ما شاء الله. والنبي عليه الصلاه والسلام دعا ليه، حيث قال الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، قال عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني كل حاجة كل عمل نعملوه في هذا النادي
لوجه الله. لوجه الله ونعم بالله. نية يعني نعم. نية اللي دخلنا بها العمل في سبيل الله. في سبيل أولا الله. يعني الأعضاء اللي محبين يدخلوا ولا ينخرطوا في هذا النادي. قولهم بلي أول شيء تعملوا هو إنه إخلاص النية. نعم. هذا هو شرط ديالنا باش ينضموا لينا يعني ويتطور هذا العمل التطوعي. في ذات السياق ربما مولود شاب، هي أنا دائما نقول أنه البنت ربما هي أكثر حماسا لهذا النقطة، لكن الجزائر وفي كل جمعياتها أثبتت أنه حتى الرجال والعنصر الذكوري موجود بقوة في العمل الخيرية بكل أنماطه وبكل تشعبات، أقول تفرع هكذا أصناف اللي ممكن يتطوع فيها الإنسان. أنتم في المجال الفكري والعلمي هكذا كشاب جامعية ومقبل على حياتها، حكينا ربما على تجربتك مع هذا العمل. تجربتي يعني تجربة يعني نقدر نقول لك كانت هائلة، يعني كانت هائلة تجربتي لحد الآن. يعني كنت نشوفوا يعني احنا في وقتنا هذا يعني مكاش يعني والدينا مربوا على المسؤولية، يعني صح. يعني من هنا تبدأ المسؤولية، يعني كي تبدأ تدخل في هذه الأعمال والدنيا تبدأ تطور المسؤولية وتولي تقدر تحكم يعني كما نقولوا مستقبلا، يعني مسؤولية كبيرة يعني ماشي زعما مدير والو طول حياتك ومن بعد تحوس تحكم مسؤولية ولا لا. نشوفوا يعني في الشباب يعني لا أحد يتحمل المسؤولية، يعني كلهم يشتاكون يعني لا أحد يعمل ما يعملوا ولا شيء. يعني أنا كي دخلت لهنا كي دخلت في هذا النادي يعني لقيت راحتي على كل حال. روح المسؤوليه تروض هكذا في النفوس. تعطيك جميل جدا مولود. طيب احلام بالحديث عن ربما نشاطاتكم كعناصر فاعله في هذا النادي، ما هي اهم النشاطات اللي ربما طرقتوا ليها وحضرتي لها وعايشتيها وحسيتي بها اكثر؟ اهم الامور احنا قلت لك عندنا النادي تاعنا يهتم بزاف بالكتاب الوقفي اللي نوفروه مجانا للطالب، ومن بينها درنا محاضرات ورحلات المتفوقين من الطلبة، ديناهم رحلات علمية يكتشفوا المناطق تاعنا لهنايا الأثرية والتاريخية. هذه هي. جميل جدا. بالنسبة للمعارض كنت كلمتيني في الكولسة هند عن المعارض اللي تقوموا بها وتحفيز يعني قراءة الكتاب أو تحفيز المقروئية عند الطلبة عن طريق تنظيم معارض أو تقديم الكتب هكذا بالمجان، حكينا على هذه النقطة. احكيولي احكي لك المرة اللي فاتت درنا معرض في بداية السنة، من بعد جاء بتلميذة يضيف في الكتب، لقى هو جاي يضيف كتب البنت وما عندهاش كتب تقرأ تدرس بيهم، وكي جاي يدي لقى تلاميذ اخرين يجيبونا يتبرعوا، يعني واحد يجي يدي واحد يتبرع. متخويش العمل هذا غير احنا اللي رانا نقوم به، حتى يعني طلبه يعني اخرين يجوا يساهموا ويعاونونا فيه. يعني قلت لك هو جاي يدي باش يدي كتب مجانيه البنت وما لحقش باش يشيلها كتب باش تدرس، جاي يدي لقى تلاميذ واحد اخرين يجوا يعني يتبادلوا الكتب، ماشي عندهم شغل اناني فيه تفاعل في مقروئيه. إيه يعني نطبقوا المقوله تاع من الشعب ولا الشعب يعني. نعم. يعني هكذا يعني يجوا يدوا كتب ويجيبوا كتب يعني اخرى ثاني للناس واحد اخرين ما عندهم، هكا يتبادلوا شغل نعلموهم شغل احسان تحفيز الخير في النفوس تاعنا. طيب. ما تكونش عندهم يعني انانيه. جميل جميل جدا. ربما طموحاتكم من يتكفل بالتفصيل في هذه النقطة على المدى القريب أو البعيد أحلام؟ يعني طموحاتنا يعني أحلام دائما تقول مولود يلا تكفل بالإجابة أولوية يلا هي ترمي عليك. يعني احنا طموحاتنا يعني عندنا طموح يعني دائما نبحثوا على الابداع يعني في النادي هذا، يعني نبحثوا على المبدعين ونبحثوا على الابداع. يعني احنا يا رانا حايبين تنبثق من هذا النادي يعني مدرسه قرانيه يعني انا بها اسمها نحب نديروا عفسه ما داروهاش من قبل، خاصه انها تابعه للجمعيات العلماء المسلمين. خاصه تابعه للجمعيات العلماء المسلمين.
يعني بهذا الشيء يعني نبداو يعني كل فكره نتقبلوها احنا على كل حال. نعم. كل فكره الطالب يعني احنا نعملوا بافكار طالب، ليست بافكار رئيسه ولا تملي علينا افكارنا ولا نشاطاتنا ولا لا، تعطينا كل حريه يعني كل سنه تلقى يعني تجديد في كل شيء، تجديد في الطالب في طلب المشاركين، في طلب المشاركين في النشاطات، يعني تلقى دائما اشخاص جدد، يعني ما نقعدوش يعني في حاجه واحده احنا بالافكار تاعنا اللي راح ينمو النادي تاعنا. هذه حبيت نحطها. ثاني شيء ان شاء الله نطلبوا من النادي ان شاء الله يكون عندنا مقر لهذا النادي، لانه ما عندناش مقر، نعملوا اجتماع هكا في مؤسسات اللي نكونوا حنديروا فيها المعرض هذا، ما كان ما عندناش مقر اللي يكون تابع خاص بالنادي. ايه. يعني فيه مشكل امكانيات. ايه. امكانيات يعني دعم ما عندناش، دعم كلش يعني كل المتطلبات يعني كل هذه النشاطات اللي نقوموا بهم ميزانيه تاع الاعضاء، ما عندناش دعم من طرف البلديه، لا دوله، لا جمعيه المسلمين، هي اصلا ما عندهاش دعم من عند الدوله، جمعيه المسلمين ما عندها ما ديرنا، يعني نطلبوا دعم من البلديه. نعم. عندنا يعني كاش ديالنا يعني في اي بلديه انتم؟ بلديه جسر قسنطين. جسر قسنطين. نتمنى ان شاء الله يا رب انه تلقى اذان صاغيه وتكون على محمل الجد هذا المطالب بحول الله. افقكم ان شاء الله يا رب، واش يطمح مولود وهند واحلام وغيرهم من شباب الجزائر الفاعلين في خدمه الخير والنماء في هذا الجزائر. تطوير العمل التطوعي في الجزائر، شفتوا انا حابين الشباب تاعنا يتعلم واش معناتها العمل في سبيل الله، وباللي ماشي حنا نديروا هذا العمل التطوعي باش ندو دراهم ولا، انا نديروه لوجه الله تعالى، بيسك حنا نحبين الاجر من عند الله، هذا كامل باش ان شاء الله يا ربي بحاجه صغيره ندو حاجه كبيره ان شاء الله، نرتقي الى الجنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني حنايا باش نطرقوا للنقطه المهمه، يعني احنا ما عندناش الشباب يعني ماشي زعما ماهوش حاب يدخل، يعني احنا جاونا بزاف شباب يعني في كي نكونوا زعما هكذا يحبوا يدخلوا مي يحشموا، هذه هي اللي شغل العائق الوحيد اللي زعما كاين. كيفاش يحشموا يعني؟ يحشموا من الجانب هذا التطوع، يعني كي يشوفوا الغاشي. نعم. الجمهور ولا يعني يحشموا، يقول لك انا ما يقول لك على باليش انا التخمام تاعهم كيف، مي يقول لك هكذا، يقول لك انا نحشم ما نقدرش ندير، شجعني. فلتكسر اذا انت مولود بكل كرساله لكل الشباب امثالك. يعني انا مش عندي رساله، يعني نقول لهم يعني ماشي هذا الامر اللي تخاف منه، يعني ماشي هذا الامر اللي تحشم منه ولا تخاف منه، يعني الناس كانت تدير في الحرام ما تخافش، يعني احنا نديروا الخير ونخافوا يعني ونحشموا، يعني ما شتانا بين يعني ماشي ما تدخلش العقل هذه الحشمه هذه في العمل الخيري، يعني هذا نوجه الرساله للشباب على باش نقول لهم باللي يدخلوا في اي عمل تطوعي كان، يعني تروح تدي توكل يعني انسان فقير راك درت عمل تطوعي، يعني ما كان لازم تروح تدخل في الجمعيات ولا نوادي ولا، يعني احنا مادا بينا يعني نشوفوا نوادي اخرى منافسه لنا، يعني مادا بينا يعني مادا بينا. طيب مولود وغيره يعني هند مؤمنون اكيد انه تبقوا دائما في رساله العمل الخيري باذن الله. نعم. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي، ما دامنا يعني احنا بديناها نكملوها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ربي يوفق الجميع. وطيب حتى نحفزوا ايضا في النفوس، انه حتى الجانب الدراسي هذا امر يحفز فيكم الدراسه، ليس كذلك هند او احلام؟ احنا شو مام نكونوا نقراو ولا غير نسمعوا بلي كاين معرض ولا معليش نروح لذاك المعرض، شغل نحب نخدم في هذا النادي، شغل نحسوا بلي البيت الثاني تاعي، نلقى بزاف راحتي فيه. نعم. هو يعني غير نسمعوا بلي الرئيسة عندنا صفحات تنوصي فيها بلي كاين معرض في هذا التاريخ مثلا، ننظموا وقتنا، يعني ما تقوليش زعما هذا راح يدي لكم من وقتكم ولا، مجرد تنظيم وقت. انا كما انا طالبه بكالوريا ننظم وقتي، ندير وقت للدراسه وللعمل ووقت يعني نروح نعاون به غيري، ما لازمش نكونوا انانيين نقولوا زعما بلي حيدينا وقت ولا، هذايا مجرد يعني في معرض هذا اللي فات طلبة جامعيين يقراو دائما حتى بالسبت على بالك بلي يقراو. نعم. في الليل راحوا عملوا في الليل، يعني تلموا ما يديش وقت، شغل انت يا نحي هذا الحاجز عليك و يعني ودير صفي نيتك وخدم في سبيل الله وتشوف ربي كش يعاونك، يعني ولي عندك وقت، ما تقولش انا طالب بكالوريا الويكند ديالي كامل يكون وسمانه كومبلي نقرا ومنظمه وقتي، الوقت اللي نقرا فيه والوقت اللي يعني هذا واجب علينا هذا العمل، هذا يعني امرنا ربي سبحانه، هذا ما تقوليش ما عنديش الوقت، هذا واجب عليك، هذا يعني لازم، وهذا العمل راه ناقص بزاف مجتمعاتنا، يعني بزاف راه ناقص.
شخص يعني الواحد لازم ندعو جميل جدا ان اسمع هذا من شابة جزائرية 18 سنة تحكي بهذا الروح الجميلة في التطوع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ان شاء الله هند ان شاء الله يا رب نفرحوا معك جميعا باذن الله وتكوني مفخرة ان شاء الله يا رب لي الجزائر وللعباد. شكرا موصول لك ايضا احلام بالتوفيق في مشوارك الدراسي الجامعي بحول الله. في اي تخصص انت؟ هندسة طرائق جيني دي بروسيدي. ما شاء الله ما شاء الله باذن الله حيكون الله المستعان في طريقك ومشوارك الدراسي. شكرا ايضا موصول لك مولود ليك ولكل شبان الجزائر رجال ورجالات الجزائر باذن الله ليحملوها هكذا باذن الله بكفوف سنبلغ بها سماء بحول الله. شكرا ليك. شكرا لك الاستضافه ديالكم هذه يعني صح تحفزنا يعني مستقبلا هذه الاستضافه. شكرا جزيلا انتم دائما مرحب بكم جميعا. نعم نحب نذكر شبابنا بلي عندنا صفحه في فيسبوك اللي يحب ينضم لينا باسم نادي خير الناس ويحب يشوف نشاطاتنا ويحب يعرف كيفاش كنا نعملوا. عندنا قناه على اليوتيوب باسم نادي خير الناس. نادي الشكر موصول لكم جميعا. نتمنى ان شاء الله يا رب تكون في اذان صاغيه وتلقاو مقر هكذا يجمعكم جميعا ويجمع هذا العمل الخيري بحول الله. ونداء اذا من الخمسه في هذا الصباح لكل من يحب ان يوقف منزلا له هو مثل ما قام به الرجل المعطاء الذي اوقف منزله للمولى عز وجل. الروبورتاج من توقيع الزميله ابتسام طالب. متابعة طيبة ولنعود بحول الله. في هذا الحي وفي هذا المكان وضع عم العربي أولى لبنات هذه المدرسة القرآنية وقفا لله عز وجل، حلم راوده منذ صغره ليكون خير خلف لوالده الذي سبقه إلى مثل هذا الصنيع. عيد السيد مشاك العربي يبلغ من العمر 66 سنة، كان أستاذ سابقا في التعليم المتوسط في الأدب العربي، وبعد التقاعد أخذت التقاعد في 2003 تقاعد مسبق، أنشأت نشاط تجاري اللي هي وكالة عقارية منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وما زلت مستمرا. الفكرة تاع الوقف هذه اللي جاتني لأن بابا الله يرحمه كان في المحمدية كان يجمع في الدراهم للمسجد مدة 17 سنة، وكان في ذاك الوقت حنا في السبعينات كنا نخلصوا حوالي 50,000، كان يفرض علينا 2000 فرنك كل شهر نحطوهم، ومن بعد ولات 5,000 ومن بعد 10,000 الى غير ذلك. اذا خذينا هذيك زرع فينا حب التبرع والصدقات الى غير ذلك، وهو كان يضحي بالوقت تاعو من الفجر حتى للعشاء ويجمع ويروح حتى الاسواق ويجمع الدراهم للمسجد حتى نهار مات تما. هذا الامر هذا الشيء هذا تغرس فينا كالاخر. وانا الحمد لله خذيت عهد على نفسي قلت لو كان يرزقني ربي لازم نخلي صدقة جارية في هذه الحياة ننفع بها والدي وننفع بها روحي وننفع بها أولادي. واللي ربي فطنه واللي ربي يحب له الخير لازم يخلي بصمة في هذه الحياة بعد ما يموت، لأن الحسنات يبقى تصب في القبر مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بالخير. مدرسة قرآنية تعلم أبناء الحي القرآن الكريم وتنشئهم على تعاليم ديننا الحنيف، ليس أفضل منها صدقة جارية كشجرة طيبة مباركة تؤتي أكلها كل حين. أحق أن تجد كل الدعم ويد العون من قبل كل الجهات المعنية. المدرسة القرآنية التي بين أيدينا هذه والتي فيها أربعة طوابق: طابق للمشرف على هذه المدرسة القرآنية وهو إمام برتبة إمام مدرس كف له يعني قدرة على التوجيه والتعليم والإشراف، والطوابق الأخرى فيها قاعة محاضرات وفيها أيضا مكتبة وفيها أيضا قاعات للتعليم والتدريس. وعندنا في هذا الطابق الذي نحن فيه الطابق الأرضي نعتزم إن شاء الله أن تكون هذه القاعة قاعة للمحاضرات للدروس. نحن نعتزم إن شاء الله على مستوى مدير الشؤون الأوقاف أن نسهل ما تبقى من المشروع. ثانيا نحاول إن شاء الله أن نساهم أيضا في تجهيز
هذه المدرسة القرآنية، لأننا كلما فتحنا مدرسة قرآنية كلما أغلقنا بابا من أبواب الانحراف الأخلاقي. هذا الذي يهمنا بالدرجة الأولى، ونحن متماشيات سواء نحن في مدير الشؤون الدينية والأوقاف أو الإخوة المشرفين على إنجاز هذه البناية، نحن مستعدون لتقديم التسهيلات المادية في الإطار القوانين المتاحة والموجودة، وأيضا مستعدون لإمدادهم بالبرنامج التربوي الذي يؤدي رسالة هذه المدرسة. إيماناً منهم بأهمية هذا المشروع الوقفي، تكاتفت جهود أهل الخير من المحسنين، فأسهم كل واحد منهم بما تيسر لديه وما جاد الله عليه به. كاين لي مليون، كاين لي 100,000، كاين لي 10 ملايين، كاين لي 20، كاين 40، يعني كل واحد على حساب الآخر. أنا بالنسبة لي اللي عاوني بالكلمة الطيبة، اللي عاوني بالتوجيه، اللي عاوني بال بتقدير كما خويا عاوني، راه ذراعي لي من هذا خويا. بعد ما عييت انا عندي 2 أو 3 وانا مع الاشغال، كيعيت انا وراني بعيد مع السيركيلاسيون ما نقدرش نلحق، خويا هذا هو اللي راه مكلف وجزاه الله خير وجزا عنا خير. كل واحد قدم مقدار سنتيم. انا الاب تاعي هو من مؤسسي مسجد المحمديه بالعاصمه، ملي كان تراب هو احنا هنا تسمى العرق تاعنا هكذا، إن شاء الله نكونوا في أمور تاع الدين. هنا كما قلت لكم سابقا، هلا الحي هذا فيه مشاكل آفات اجتماعية كثيرة بزاف، الشباب ما عندهمش وين يروحوا، ما عندهمش حتى مشاكل المساحات خضراء هنايا، ما كاينش وين يروح. فكي دير له مدرسة قرآنية يكون عنده ديجا كلام الله، كل شيء حبس. وألا بذكر الله تطمئن القلوب. بفضل ربي سبحانه وفضل عمي العربي، في عمي العربي قدرنا ربي إن شاء الله باش وصلنا على المدرسة القرآنية، وإن شاء الله ما زلنا نزيدوا نساهموا فيها. الحمد لله وفقنا ربي كما راكم تشوفوا، وساهموا إن شاء الله في بناء هذه المدرسة وتشييدها، باش إن شاء الله الناس تاع الحي هذا تاعين عايشة يستفادوا منها إن شاء الله. وربي وفقنا إن شاء الله، وكثر خير المحسنين هذوما اللي راهم يعاونوا فينا ويعاونوا في المدرسة إن شاء الله يا ربي. الإنسان اللي إن شاء الله تسبب في هذه، نطلب له ربي إن شاء الله أجره يكون عند ربي كبير. تمر الأيام ويقترب المشروع من نهايته، ومعها فرحة عم العرب تتعاظم، وهو يرى حلمه يكتمل ويتحقق. هذا المشروع هو مشروع حياتي أنا. بالنسبة لي هنا تيقنت باللي ربي يحبني، اللي راني خلي بصمة بعد ما نموت، بصمة في الحياة هذه، وننفع الناس. خيركم أنفعوا للناس، إن شاء الله نكون من هذه الفئة، ويكون عمل هذا خالص لوجه الله. هذا واش نحب. شعوري أنني لو كان شعوري أنني وكان نصيب قبل ما نموت نسمع القرآن يتلى، ثم إلى مت نكون مرتاح. هذه المدرسة القرآنية نستناو فيها بفارغ الصبر، بنتعلموا فيها القرآن ونحفظوا فيها، ورانا وإن شاء الله بربي. أجمل وأروع الأحاسيس التي يعيشها الإنسان عندما تكون يده معطاءة فيلاقي بها ربه غدا يوم الحشر بوجه مبيض لا مسود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير وصلاح، وما فيه عطاء ونماء لغيرنا وإحسان كذلك، حتى إن قوبلنا بعدم الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كل ذلك في ميزان الحسنات. تحية خالصة لكم جميعا مشاهدينا. فقرتنا التالية البيت الكريم بمعية الأستاذ محمد قرومي. الحديث بإذن الله سيكون عن المرأة الأرملة والمطلقة، ممن غاب سند الرجل في حياتها، عن نظرة المجتمع لهذه الضحية كما يصفها الأستاذ محمد قرومي بعد فاصل قصير.
دعوني أرحب كثيرا مشاهدي الأفاضل بي الأستاذ محمد قرومي. أستاذ محمد قرومي السلام عليكم، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك وللسادة المشاهدين وللإخوة التقنيين من وراء الكاميرات. شكرا لكم. تحية طيبة مباركة أزفها للجميع. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة والإكرام بحمد الله. وذكر فقط مشاهدي الأفاضل أن يمكنكم التواصل معنا ومع الأستاذ محمد قرومي في هذا الصباح عبر أرقامنا الداخلية 021-39-43-43 021-37-42-87. أهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. طيب أستاذ قرومي، الموضوع اليوم سيضم أو سيحدد ويجعل بين قوسين المرأة المطلقة والأرملة، عن نظرة المجتمع لهذا المرأة التي ربما لا نقول إجبار ولكن هو قدر محتوم من عنده تعالى، قدر لها أن تحيا هذه الحياة بوفاة زوج أو بطلاق عن زوجنا. فعن نظرة المجتمع السلبية في كل مجتمعاتنا العربية بشكل عام والجزائر على وجه الخصوص. السؤال الذي طرحتيه، يعني نظرة المجتمع إلى المطلقة والأرملة، هذه النظرة السلبية ليست من صميم ديننا وليست من صميم الإسلام مع الأسف. يعني هي ظاهرة نجدها في المجتمع لبعده عن تعاليم الإسلام. أي نعم، لما ابتعد الناس عن دينهم، ابتعد الناس عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ابتعد الناس عن المنهج القويم الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جاءت هذه النظرة السلبية. وإلا لماذا ننظر إلى المطلقة على أنها يعني عبء على المجتمع، مع أن المطلقة في كثير من الأحيان قد تكون مظلومة؟ يعني في طلاقها قد تكون مظلومة، وأخص بالذكر المرأة التي تخاف ربها سبحانه وتعالى، التي تعلم يقينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة التي تطلب الطلاق عموما ليست مجنونة. ما فيش مرأة هكذا تحب أن تخرب بارك حياتها. الله فيك. لا يوجد حتى من باب المنطقة، لا يوجد امرأة تريد أن تطلق، خاصة وهي تعلم نظرة المجتمع السلبية للمطلقة. معنى ذلك أن المرأة إذا طلقت، بل أكثر من هذا، إذا يعني طلبت الطلاق وفي بأس وليس في غير بأس، فمعنى ذلك أنها قد تكون طلقت لسبب شرعي تعلمه هي، لأن العلاقات بين الزوجين لا يعلمها إلا الله تعالى. نعم. هناك أسرار لا يمكن أن تبوح بها لغيرها، حتى والديها لا يمكن أن يطلعوا على تلك الأسرار. فإذا قررت الزوجة الطلاق ورضيت بأن ينظر إليها نظرة دونية في المجتمع، يعني نظرة تحتقار، رضيت بذلك على أن تبقى مع زوجها، لا شك أن الأمر جلل. بمعنى الأمر الذي طلبت من أجله الطلاق أمر لا يمكن أن يتحمل، إما لسبب شرعي وإما لسبب نفسي وإما لسبب أخلاقي. فقد تطلب الطلاق المرأة. نفس الشيء يقال للرجل: حرام عليه أن يطلق المرأة وهو ظالم لها، عليه أن يصبر عليها، أن يصبر على زوجته حتى تبقى الأسرة ملمومة. نعم. يعني مجموعة. وهذا يجرنا إلى السؤال الذي طرحتيه قبل، يعني أثناء الدردشة، هل الطلاق في مسموح به ولا لا، وهل الطلاق يعتبر حلا أو هو مشكلة؟ متى يكون حلا أستاذ؟ بارك الله فيك. لأنه هذه نقطة. نعم، لا يمكن أن نرغم زوجين على العيش سويا وكل منهما نافر من الآخر، أو كل منهما يرى استمرار الحياة مع هذا الطرف الثاني جحيما. نعم. فيستحيل أن نفرض الحياة. فلما تستحيل العشرة بين الزوجين وتستحيل وعاشروهن بالمعروف وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لما تستحيل حينئذ ننتقل إلى الحل اللي هو
الطلاق، لكن لا ننتقل إلى الطلاق إلا بعد المرور على تدرج عديد الأسباب، يعني لا المرور على الحلول التي اقترحها الشرع. نعم. الشرع اقترح قبل التفكير في الطلاق أصلا الموعظة، فعظوهن، يعني واجب الزوج أن يعظ زوجته ويذكرها بالله تعالى، وواجب على الزوجة عندما تكون مخطئة، أو حتى لما لا تكون مخطئة بالتذكير. في النقطة تحديدا أستاذ إجرومي كان سمحت لي، فقط مجتمعنا هكذا، هو مجتمع ذكوري مع الأسف، لابد أن نقول هذا الشيء ونعترف بها. كل المجتمع يقول أنه هو رجل، وبالتالي حتى مفهوم، يلا نروح لمفهوم آخر، مفهوم القوامة في حد ذاتها، الرجل يمنح نفسه أكثر من حقه للقول أنه هذه القوامة بغير ما أوتيت فيه من معنى. لا، القوامة يقول أنه من حقها أن يقوم بكل شيء، أما الزوجة فما عليها إلا أن تطيع. لا، فهنا بمربط الفرس، لم نفهم ديننا كما يجب، لم نعي أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاف في قواريرها، خاف الله في قواريره. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما أوصى به هو رفقا بالقوارير، يعني القارورة اللي مثل بها المرأة الزجاجة، كالزجاجة إذا تكسرت يصعب إعادتها إلى عهدها الأول. وبالتالي يجب للعلاقة بين الزوجين أن تقوم على المودة والرحمة، على الحب المتبادل. نعم. يعني على التعاون، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهذا لا يجعلنا نقول بأن الأسرة كأسرة لا مشاكل فيها، مستحيل، ما دام كاين هم الدنيا وهم الحياة دائما كاين المشاكل. نعم. المشاكل النفسية، فالمشكل ليس في وجود المأساة، المشكل في عدم معرفة كيفية معالجة هذه المأساة الموجودة أو المشاكل الموجودة في الأسر. نعم. تجد الإنسان يلجأ إلى الحل بالنسبة له الأسهل. شنو هو الحل الأسهل؟ أكي مطلقة. ولا الحل الأسهل بالنسبة للمرأة التي لا تصبر، أطلقني ولا ديني لدارنا. نعم. سهل. الزوج غير تقول له اديني لدارنا يجي. طيب، ما معنى الصبر بالنسبه لك؟ الصبر هو ان تتحمل تبعات هذا الحياه الزوجيه ما لم يكن هناك مساس بكرامتها، مساس اولا بالاخلاق الشرعيه، الاخلاق الشرعيه يعني التي نص عليها الله تبارك وتعالى. اذا اراد الزوج المرأة. اذا اراد الزوج ان يعيش مع زوجته خارج الاطار الشرعي وان يفرض عليها ذلك، هنا عليها أن تقف وقفة المؤمنة الصلبة التي لا ترضى الدنية في دينها. نعم. لا ترضى أن تعيش ذليلة بعيدة عن شرع الله بحجة أنها تبقي على الحياة الزوجية. نعم. حياة زوجية في ظل انتهاك حدود الله عز وجل لا معنى لها. طبعاً. هذا لابد أن نعرفه جيدا، ولهذا قلت الأول خطوة قبل التفكير في الطلاق هي التذكير. أن يذكر الزوج زوجته بما له وما عليه، بما أعطاه الشرع وما نهاه عنه الشرع، وأن تذكر الزوجة زوجها أيضا بما أعطاه الشرع وما منعه الشرع. طيب، عن مفهوم القوامة أستاذ الفاضل، حتى نشير فقط نعم إلى هذا المفهوم تحديدا. فعلا، فلا يعني الطغيان لا القوامة. لا لا لا، القوامة وردت في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ثم قال الله تعالى بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالدرجة هذه اللي أعطاها رب عز وجل للرجل هي تكمن في الوجوب، وجوب الإنفاق. وجوب الإنفاق والقوامة. القوامة تحتاج إليها أي سفينة، سفينة الأسرة تحتاج إلى قوامة، تحتاج إلى ربان يقودها، بمعنى ممكن تقع خلاف في تسيير هذه الأسرة وفي تسيير شؤون هذه الأسرة، لكن الكلمة الأخيرة تكون للربان لما يكون مسؤول، وليس ربان غير مسؤول. لا نعطي سفينة لربان غير مسؤول لا يحسن القيادة. طيب، سمحني فقط أستاذ، فيه معنا مكالمة، سنعود إلى معنى القوامة ومفهوم القوامة بعد أخذ مكالمة الأخ محمد هكذا من تيسمسيلتا. ألو محمد،
انقطعت مكالمة محمد. طيب شكرا، يا ريت العود الاتصال بنا 021 39 43 43 021 37 42 87. اهلا وسهلا بكل اتصالاتكم. سنعود الى ذات النقطة استاذ. ما كاش ما فيش لحد الان. يلا تفضل. القوامة نضعها في غير موضعها في مجتمعنا الان. الناس ولا ما تفهمش، تفهم القوامة في الشدة والقوة والطغيان، والطغيان بالقوسين. تفهم القوامة في الجانب المادي فقط. أه. وحتى هذاك أصبح غير حاضر، هذا أصبح غير صالح في المجتمع حاجة. الحالي نعم. نجد بأن المرأة قد تكون عاملة والزوج يعني لا يعمل. ما لنقول القوامة في هذه الحالة للمرأة، لا نعم. ليست للمرأة، ليست القوامة هي المعنى الحقيقي الذي أشرنا إليه، وهي قيادة سفينة الأسرة والحرص على أن لا تغرق هذه السفينة لا تغرق بما فيها ومن فيها ومن عليها بما فيها الأطفال. سنعود إلى هذه النقطة. نعم. سمحت أستاذة، معنا محمد من تمن راست. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم أستاذة سعاد وشرك لك. أهلا بك الوفي للقناة. أهلا بك. شكرا. السلام عليك ولشيخنا وحبيبنا محمد الكرومي، جزاه الله خير وجزاكم اجمعين. امين يا رب. تفضل اخي. شوفي سيد الكريم، انا ما نقدرش نتكلم وهم الشيوخ حاضرين، يعني انا دائما ندخل كتلميذ، لكن يعني يغذي باذن الله ما ستضيفه في هذا الصباح. تفضل. نعم سيدي. شوفي سيدي الكريم، هو يعني ما بين الزوج والزوجه هو ميثاق خليط. نعم. والامور هذه الانسان ماذا به يطلب بحكمه. انا لماذا نتزوج؟ لاني باش نجيب ابناء يكونوا صالحين للامه طبعا، وان كما يقول احنا للبلاد والعباد. نعم. ويكون مفخره للرسول عليه الصلاه والسلام. تناكحوا تناسلوا، يعني لازم يكون الصبر ما بين الزوج والزوجه. نعم. يكون التغافل والتسامح والتراضي. يعني انا نشوفها يعني شخصيا على حسب تربيتي وعلى حسب يعني مفهومي الجزائري الاصيل، يعني الامور اللي كما يقول السطحيه الثانويه هذه من يعني ما ندلاش لا اهم، كان امور مش مخالفه الشريعه والدين. الامور هذه يعني انا نتفاداها كرجل. والمرأة يعني دائما ماذا بينا أكثر الطلاق عندنا والأمور هذه، ماذا بينا نطلوا لأبنائنا، نطلوا لأمورنا، نشوفوا لتربية أصولنا، ماذا بينا مش نزوجوا يعني كما يقولوا نجيب الطفلة وطفلة وطفلين ونشتوهم. لماذا؟ يعني رجل كيجيب مرأة يلقى نفس المرأة، والمرأة كيجيب رجل يلقى نفس الرجل. ماذا بينا احنا نصبروا على بعضنا، وكما فوتوها والدينا وجدودنا فوتوها والله هذه الدنيا للفناء، وماذا بينا احنا نحاولوا نصبروا على بعضنا. وكاين أمور ما يلقاها الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخي محمد، كل ما تفضلت به صحيح 100% ويعني لا غبار عليه، ولكن يتحدث الأستاذ وأنت تجيب، هو يجيب عليك على ما تقوله. عندما تنتهك حرمات حدود الله سبحانه وتعالى في تلك أو في ذلك الميثاق الغليظ، هنا يكون الحل في الطلاق، ليس كذلك؟ يمكن تناقش مع أستاذ الفاضل. نعم أخونا محمد. نعم سيدي. والله إحنا نتكلم عن مشكلة الطلاق اللي أصبحت آفة في المجتمع، يعني أكثر من 70,000 حالة طلاق في القضاء. نعم. في بعض الأحيان تجد أن السبب يعني واهي، هكذا ما هو السبب معقول من أجل الطلاق. فتجد المرأة تطلب الطلاق في غير بأس، وهي يعني تجهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ترمي بنفسها في جهنم لما تطلب الطلاق في غير سبب مقنع وسبب مشروع. ونفس الشيء بالنسبة للرجل الذي يطلق زوجته لأتفه الأسباب، وبالتالي لا نراعي هذه المرأة ووزنها في الأسرة، ولا نراعي هذا الزوج ووزنه في الأسرة، وبالتالي يقع تشتيت الأسر وتفكيك هذه الأسر، والضحية الأولى هي هذه الزوجة، وهذا الزوج يعتبر أيضا ضحية في حالة ما إذا طلق وهو مدفوع إلى الطلاق وهو لا يرغب في ذلك. نعم. نفس الشيء نقول الزوجة قد تظلم وتكون ضحية، وأيضا الضحية الكبرى هي الأولاد. نعم. يعني مسألة ما إيش بالسهولة التي ننظر إليها. نعم أخي محمد. نعم سيدي. شوف سيدي الشيخ، إحنا نتكلموا على الأمور التافهة هذه. ماذا ربي قال في القرآن الكريم؟ أكيد يعني يتفاتلوا زوجة يعني بالعامة، جبوا يعني حكم من أهله وحكم من أهله. تقول فبعثوا يعني حكما من أهله وحكما من أهله، هذه الخطوة الثانية التي سأذكرها، سيذكرها بإذن الله. أبقى في المتابعة أخي. نعم. محمد شكرا لك على اتصالك.
بارك الله شكرا فيك. جزاك الله كل خير على هذا المداخلة القيمة. طيب نواصل في ذات السياق أستاذ، وفي مفهوم القوامة وقضية الإنفاق خاصة على هذا نعم الزوجة. القوامة الآية ذكرتها، يعني مش إحنا قلنا نعم. القوامة أعطاها الله تبارك وتعالى للرجال دون النساء، وهذا في تقسيم المسؤوليات. تقسيم المسؤوليات في البيت ليعتبر كسفينة، فالسفينة فيها مسؤولية، فيها قائد واحد، لا يمكن للسفينة أن يكون فيها قائدين، يكون فيها قائد واحد وإليه ترجع الكلمة الأخيرة. وهذا لا يعني أن هذا القائد يستبد برأيه، لابد من التشاور. فقائد السفينة عنده طاقم، هذا الطاقم يستشيره في الصغيرة والكبيرة في كل تخصص. في السفينة كاين طاقم خاص بالمحركات، وكاين طاقم خاص بالمطعم، وكاين طاقم خاص بال... فقائد السفينة يجمع كل هذه التخصصات. لا نفكر في المسؤولية بمعنى أن أمر فقط دون أخذ حقوق. الله تعالى أعطاني كل أين الواجبات ثم الحقوق؟ واجبات للطرفين. للطرفين ربي قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بمعنى للنساء من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات. فالتي تطالب بالحقوق عليها أن تقوم بالواجبات. ونفس الشيء بالنسبة يقال للرجل، بالنسبة للرجل له من الحقوق وعليه من الواجبات. فإذا استطاع الزوجان فيما بينهما أن يجلس جلسة ود حول شاي أو حول قهوة يعني يحتسيانها ويتداركان المشاكل الموجودة في ظل شرع أو في ظل إمام يأتون به إلى الأسرة كي يوجههما، فهذا أمر مطلوب حتى لا يعمل كل واحد برأيه ويستبد برأيه. نحن يلزمنا في حالة النزاع أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرسول معناها الرد إلى المنهج، وهذا المنهج يجب أن يقتنع به كل من الزوجين. إذا كان الزوج راضي بنهج الله تعالى والزوجة راضية بنهج الله تعالى، المشاكل تحل بسهولة طبعا. لكن لما عندما يعرف كل منهما حدود الله مع الآخر، بارك الله فيك، فكل واجب. عندما تحدث عن واجب لا لما تقول له قال الله تعالى يخضع، نعم. لما تقول لها قال الله تعالى تخضع. طيب وهذا لا نجده إلا في المؤمن الصادق. الصادق. طيب بالحديث ربما حتى عن الأرملة كذلك، نعم. التي توفي عنها زوجها، يعني المجتمع لا يرحم في كلتا الحالتين للأسف الشديد. فعندما نتحدث عن السند في حد ذاتها، الله هو السند الأول والأخير. أكيد. ثم عندما تتزوج المرأة تصبح مسؤولة من زوجها، أليس كذلك؟ عندما يختفي عن حياتها طلاقا أو وفاة، فتصبح بدون سند بعد الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ والله هذا مفهوم خاطئ في المجتمع، لأن الأصل في المرأة المطلقة أو الأرملة أن علاقتها بالله عز وجل، فهي تشتغل في مجتمع لكن راعيها الأساسي هو الله تعالى، هو الله عز وجل، سواء من ناحية الرزق أو من ناحية المراقبة أو من لا تحتاج إلى رقيب، فرقيبها الله عز وجل. لكن السند لكن سندها أيضا هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها متوكلة عليه، ولأنها صابرة بما آتاها الله عز وجل، صابرة على قضاء الله، فهي لم تقتل زوجها. أي طبعا القدر أراد أن تفقد هذه المرأة زوجها، يعني لا ذنب لها ولا إثم عليها. لكنها متى تأثم؟ لما تصبح تدعو بكلام يغضب الله تعالى. لماذا من دون النساء كان لنا فقدت زوجي؟ هنا تسخط الله تعالى الجهل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية. لكن التي ترضى بقسمة الله تعالى وقضاء الله عز وجل، الله تعالى سيبدلها حياة أفضل من حياتها، إما بصبرها وضمها لأولادها وتربيتهم، إذا كان لديها مدخول نتاع الزوج نتاعها، وهذا في العموم يعني عندها المنحة نتاع الزوج نتاعها، وإلا سيبدلها الله تعالى خيرا من زوجها. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حالها، ماذا أقول؟ قال
قولي اللهم اغفر له ولي وأعقبني خيرا منه، بمعنى أبدلني خيرا منه، إما بالصبر وإما بأن تزوج. طيب هذه النقطة تحديدا أستاذ، عندما نجد المرأة بشكل عام، العربية بشكل عام والجزائرية على وجه الخصوص، كثير منها من تحب أن تقف عن هذا النقطة، أخذت حقي والحمد لله. فإعادة النظر في الحياة من جديد صعب جدا ثقيلة. بالنسبة للمرأة صعب، ثقيلة صعب. لأن المجتمع، لأن المجتمع. سأعود لهذه النقطة لك إن سمحت لي فقط يا أستاذ، بعد أخذ مكالمة الأخت فريدة من فرنسا. فريدة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك أختي، والله في نعمة. أهلا، تفضلي. الحمد لله. تفضلي فريدة. أجل تفضلك أختي، راكم تهدروا على المرأة المطلقة. نعم. أنا حبيت نشارككم في هذا. أهلا بك أختي، أهلا بك الأستاذ قرومي في الاستماع، تفضلي أختي بالمداخلة. أجل تفضلك. نعم. واش حبيت نقول لكم، والله للأسف الشديد في بلادنا المرأة مسكينة محقورة بزاف. المرأة في الجزائر قصدك أختي؟ نعم. أي نعم، أها. وهي محقورة بزاف، سواء مطلقة سواء ماشي مزوجة. مزوجة أو غير مزوجة قالت. تقصدي بكر؟ نعم. تقصدي بكر يعني لم تتزوج؟ نعم. نعم. نعم أختي تفضلي، فصلينا. أين ترين الظلم هذا؟ نعم. وين راكي تشوفي الظلم تاع المرأة هذا؟ والله ما نستعمليه. أختي ياريت فصلينا، هل فيها حالة ما يمكن تحدثي فيها؟ تفضلي أختي تفضلي، يعني شرحينا أحسن. نعم، أنا وحدة من سري نشم زوجين. ان شاء الله ربي يفتح. قالت لك انا وحده من الغير متزوجات اللي تنتظر ان شاء الله يا رب. والله نسال الله تعالى ان يرزقك زوجا صالحا يا رب العالمين. انت وسائر بناتنا. نعم، انت وسائر بناتنا اللي مازال ما فتحش عليهم ربي عز وجل بالزواج. نعم، تقول انه ربما المرأة ونظرة المجتمع لهذه المرأة أيضا لا ترحم. طبعا نظرة المجتمع للمرأة لا ترحم. تاكي تكلمي من فرنسا أظن. شكرا لك فريدة. شكرا فريدة من فرنسا. معنا أيضا الأخ مصباح من عنابة. مصباح السلام عليكم. ألو ألو ألو، ما حكاية اليوم المكالمات؟ ما أدري، انقطعت مكالمة الأخ مصباح. في مشكلة أعتقد في المكالمات في هذا الصباح. مفيش مشكلة. طيب تقول حتى المرأة الغير متزوجة، وأشارت لنقطة مهمة جدا. نعم نعم، المجتمع لا يرحم. يعني كما ديرت حيل. للأسف الشديد يعني. ولذلك قلنا في عدة لقاءات وعدة حوارات أن المرأة ولا الإنسان لما يتعامل مع الله تعالى لا يبالي بكلام الناس. جميل جدا. لا يبالي بكلام الناس، سواء كانت المرأة مطلقة لسبب شرعي، يعني لا توجد امرأة تريد أن تخرب بيتها، ولا يوجد رجل يريد أن يخرب بيته، لكن هناك ظروف تحتم وهناك محيط. جميل جدا. محيط سيء للأسف الشديد، المحيط السيد، المحيط الواعي هو الذي يحافظ على العش الزوجية. قلت ولا يلجأ إلى الطلاق إلا لظروف قاهرة فيها تعد على حدود الله تبارك وتعالى. حينئذ يكون من حق الزوجة أن تطلب الطلاق إذا طلب منها شيئا يخالف الشرع. نفس الشيء نقوله للزوج إذا كان يعني له زوجة سليطة اللسان وأساءت في تربية أبنائه، أو لم تقف معه أو لم تطعها. لم تقف معه مسألة ثانوية، لكن أن تكون وقافة عند حدود الله وهو تزوجها من طيب أجل متى ذلك. متى يكون الطلاق هذا حلا بالنسبة للمرأة؟ ونقول أنه احنا نقول الطلاق يعني يكون حلا إذا اتبعت فيه الخطوات الشرعية. فاعظوهن الوعظ وقد أشرنا إليه، واضربوهن ضربا غير مبرح. وطبعا هنا النساء راح يتكلموا يقول لك الآية فيها الضرب وفيها كذا. أقول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. وهو قدوتنا أنه ضرب إحدى زوجاته وهو النبي. لكن تقول لي كيف توفق بين الآية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. قد يضطر الزوج إلى أن يضرب
زوجته وفي ذهنه أن يحافظ على الأسرة، في ذهنه يقول لك أنا نضربها ربما تهديدا لها حتى تتجنب بعض السلوكات التي لا تليق. وكاين طيب بعض النسوة، وكاين بعض النسوة يقول لك أنا يضربني زوجي ونعود نولو خير من لي فركت لي العش نتاعي. لكن إلى متى يستمر لكن هذا ليس، لأنه كثير من النساء تعيش الوضعية أكثر من الشيء اللي تقول فيه. لهذا الفقهاء ولدرجة يقولون حتى المساس بكرامة هذا المرأة. معليش، لكن لهذا الفقهاء يقولون أن الضرب يلجأ إليه إذا رأى الزوج بأنه يمكن أن يجد فيه حلا، أما إذا كان ما فيش حل يعني هذا المرأة ضربها فيها حجرة فالأفضل أن يتجنبه. ثم تأتي المرحلة الأخيرة والتي لا يقوم بها كثير من الأسر، وهي أن يرسل أحد الطرفين أحد الزوجين أحدا من أهله وأحدا من أهلها، يعني فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. النتيجة الأخيرة التي نختم بها وهي أن الهم الذي تعيشه الأسر في المجتمع الآن ناتج عن بعدها عن فهم سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المطلقة ولا يرى في ذلك عيبا، وتزوج الأرملة ولا يرى في ذلك عيبا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فكان الواحد منهم إذا ترملت إحدى الصحابيات وفقدت زوجها وفقدت سندها يتزاحم الصحابة من يخطبها كي ليتركها في عفتها ومحافظة على شرفها وواجدة لسندها. طبعا هذه الحلول ننظر إليها نحن نظرة سلبية وبالتالي نعاني من المأساة، وتصبح المرأة الأرملة مسكينة متهمة في شرفها وهي العفيفة الطاهرة، وتصبح المرأة المطلقة متهمة ومعاكسة من طرف الذين لا يخافون الله تعالى وهي الشريفة العفيفة. لهذا نقول بأن الزواج من المطلقة ليس أمرا غير مشروع، والزواج من الأرملة ليس أمرا غير مشروع، فكلاهما مشروع، وعلينا أن نفهم شرعنا وألا أن نتحاكم إلى شرع الله بدل أن نتحاكم إلى العادات البالية. طيب تربية الأبناء في نصف دقيقة لو سمحت، لأنه تصبح أمانة بالنسبة تربية الأبناء الأرملة بالنسبة أو للمطلقة إذا أعيد أعادت الزواج حتى نشد أزرها. نعم، إذا أعادت الزواج يصبح هذا الأولاد في رقبة زوجها الذي تزوجته يعني الثاني، و الأجر اللي كان يديه الزوج الأول في رعاية الأولاد يديه الزوج الثاني في رعاية الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له بنت أو اثنتان أو ثلاثة فرباهن فأحسن تربيتهن كن له عتقا من النار. ورب عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في الربيبة هي بنت الزوجة التي كانت مطلقة أو مات عنها زوجها. نعم. وعندها طفلة، فإذا تزوجت وزوجها هذا يعني تمكن من تربية هذه البنت تكون له عتق من النار. إذا لازم نفهم احنا هذه المقاييس الشرعية غابت عنا عن قصد أو هي مغيبة. نعم. عن غير قصد أو عن جهل قصد. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا إن شاء الله يا رب. شكرا لك أستاذ محمد قرومي، نورتنا في هذا الصباح بحول الله. لقاك بإذن الله اليوم الاثنين المقبل في موعد خيري آخر. شكرا لك، شكرا، شكر موصول لمشاهدي الأفاضل وللزميل حمزة بالعايب اللي جاءنا بهذا الروبورتاج عن الملتقى الوطني الرابع للعمل الخيري بالجزائر. متابعة طيبة ولنعود بإذن الله. تلعب الجمعيات الخيرية دورا كبيرا في ترقية الفعل الخيري وبلورة فلسفته. جمعية كافل اليتيم الوطنية واحدة من بين العشرات، تأسست في سبتمبر 88 بعمل دائم ومتواصل منذ 30 سنة وهي تعمل في الميدان. خلال التجربة والممارسة عرفنا أن الآباء والأجداد كان فيهم خير وكان فيهم يعني عطاء كبير، ولكن كان تقليدي وكما يقولوا مستور وخفي.
الآن الحق وقت أننا الناس اشتغلت ودرنا احنا جمعيات من أجل التكفل الأمثل بهذه الشريحة من الأيتام والأرامل. راهي متواجدة في 42 ولاية في كثير من البلديات، ولما نتكلم عن العاصمة فهي موجودة في كثير من البلديات، ولكن هذا العمل باش يكون فعال لابد أن مثلا الأمر الأول أن ينبعث من إحصائيات دقيقة لمثلا حالات اليتم والحالات المشابهة حتى العمل يكون على المستوى الأعداد التي تنتظر من جمعية مثل جمعية كفل اليتيم يد المساعدة. حيث يعكف منخرطوها على تقديم برامج في العمل الخيري من خلال المجلس العلمي. هو العين السهرة على العمل الجمعوي على المجتمع المدني الذي يقومه ويصوبه نحو الصواب. هو حديث عهد نصب في 11 نوفمبر الماضي وكلفت برئاسته. المجلس العلمي هذا من أهدافه أن يجد إطارا علميا للعمل الخيري هذا، أولا بجعل بعض أفراد المجتمع اللي متمكنين كل في تخصصه حتى يمد يد المساعدة في هذا التفكير. العمل الخيري في الجزائر رؤية مؤسسية متجددة، موضوع الملتقى الذي يعالج جملة من المحاور لرسم آفاق العمل الخيري. اقترحت مجموعة من الاقتراحات لتحويل هذا اليتيم من يتيم مسكين أو كما نقول احنا راهو مسكين يحتاج إلى يتيم فعال في المجتمع وعنده دور مهم في المجتمع وسيكون له دور في المجتمع. تحقيق تنمية مستدامة من خلال كفالة الأيتام، فعالجت هذه المداخلة في أربع محاور رئيسة. المحور الأول كان متعلق بحفظ النفس اللي هو مقصد شرعي أساسي، ثم انطلقت من حفظ النفس إلى حفظ المال باعتبار أن الآيات القرآنية كلها تركز حول حفظ المال، ثم إلى الحفظ النفس من الجانب الروحي في مثل قوله تعالى وأما اليتيمة فلا تقهر، ثم ذهبت إلى الجانب الأساسي اللي هو في طريق تحقيق التنمية المستدامة اللي هو حماية الأسرة ومن ثم حماية المجتمع. نصنف الأعوال الاقتصاديين إلى أنواع. النوع الأول إنما هو المؤسسات ووظيفتها الأساسية إنما هي الإنتاج. النوع الثاني إنما هي العائلات. الوظيفة الأساسية للعائلات تقليديا إنما هو الاستهلاك، باعتبار أن العائلة إنما تملك قوة العمل التي تتنازل عنها لصالح المؤسسات مقابل أجر. معنى ذلك أنها توظف قوة العمل التي تملكها لصالح الآخرين، في حين أن الأسرة المنتجة إنما تنتقل من مفهوم الاستهلاك إلى مفهوم الإنتاج، بمعنى أنها توظف قدراتها وقوة العمل الموجودة لديها ومهاراتها لصالحها هي، بحيث أن العوائد التي تحصل عليها إنما سوف تزيد أو ترفع من مستوى معيشتها. العمل المؤسساتي يتطلب استراتيجية دابور، دونك هذه الاستراتيجية يقوم بها خبراء في هذا المجال ويقومون ببرمجة يعني بعض التدريبات لأشخاص ذوي كفاءات ومهارات علمية باستطاعتهم يعني تفعيل وتحفيز العمل الخيري مثلا داخل المجتمع وإعطائه العمق نتاعو الاستراتيجي. تأهيل الأسر والأفراد ونقلهم إلى دائرة الإنتاج والمقدرة على العطاء يعمل على إتاحة الفرصة لهم للدخول في دورة الاقتصاد الوطني. من الصور الجميلة في الجزائر من أجل المد والعطاء ونشر ثقافة العمل الخيرية إقامة مثل هكذا ملتقيات، فبالتوفيق للجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمتنا الجزائرية المسلمة أمة معطاءة بكل سواعدها وبكل أبنائها وفلذات أكبادها. تحية خالصة لكم جميعا أوفياءنا. فقرتنا التالية التي فيها من الخير الكثير، الخير مجلبة للخير. فاصل قصير ونستقبل وإياكم الأستاذ والإمام محمد العالية.
باسمكم أرحب كثيرا في هذا الصباح بأستاذنا الفاضل محمد بالعالية. السلام عليكم أستاذ. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. ونرحب جميعا بالمشاهدين والمشاهدات، نحيوهم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة. بإذن الله اليوم بإذن الله يكون موضوعنا حول شخصية الصحابي أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه، الذي كله عطاء وكله خير، أثبت أن الخير لا يأتي إلا بالخير، أليس كذلك أستاذ؟ نعم أستاذ. اليوم نتكلم عن أبو مسلم الخولاني. وأبو مسلم الخولاني هو من سادة التابعين، والتابعي هو الذي رأى والتقى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلتقي ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين الصحابي والتابعي أن الصحابي الذي أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به عليه الصلاة والسلام، أما التابعي فهو الذي أسلم ولو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكتب له المولى عز وجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كصاحبنا هذا أبو مسلم الخولاني، رغم أنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكتب له المولى عز وجل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما هاجر إلى المدينة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فالتقى بأبي بكر وكان يومئذ خليفة، والتقى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مسلم الخولاني هو رجل من اليمن. هذا الرجل في الحقيقة قال عنه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن التقاه، قال: الحمد لله الذي رأيت من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من فعل به مثل ما فعل بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبو مسلم الخولاني لما ادعى أبو الأسود، هذا الرجل الذي ادعى النبوة، الأسود العنسي، ادعى النبوة في اليمن، فجيء بأبي مسلم الخولاني هذا المدعي للنبوة الأسود العنسي، جيء بهذا أبو مسلم الخولاني إليه فقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أعد لا أسمع. يعني هو يريد أن يقول له: عجبا، كيف تدعي أنت النبوة؟ لا أسمع هذا الكلام. قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أعد لا أسمع. فأمر بنار عظيمة شعلت، يعني أججت هذه النار لكي يرمى فيها هذا الرجل الصالح، هذا التابعي الجليل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ورمي أبو مسلم الخولاني في النار، لكن الله عز وجل جعلها بردا وسلاما على هذا الرجل الصالح. طبعا الأسود العنسي لما نجى الله عز وجل هذا الرجل الصالح، قيل له: لو تركت هذا الرجل هنا لأفسد عليك دعوتك، فنفى هذا الرجل الصالح إلى المدينة المنورة. ذهب أبو مسلم الخولاني ودخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بسيدنا عمر يلاحظ وينظر إلى هذا الرجل. ذهب إليه وقال له: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من اليمن. قال: ماذا فعل الله بذلك الرجل الصالح الذي نجاه الله عز وجل من عدو الله الأسود العنسي؟ قال: تقصد عبد الله بن ثوب؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، نجاه الله عز وجل من بطش ذلك الرجل. فقال له سيدنا عمر وقد رأى فيه أنه يشبه أو أنه فيه العلامات تاع رجل صالح، قال له: أستحلفك بالله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل الحكمة على قلبي أو في قلب عمر وعلى لسان عمر. قال له: أستحلفك بالله، ألست أنت هو؟ يعني ألست أنت هذا الرجل أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقبله من جبينه وقال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يشبه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقصد أن الذي فعل بإبراهيم هو نفسه الذي فعل بهذا الرجل، نجاه الله عز وجل من النار، فلأنه كان مع الله سبحانه عز وجل، كان الله معه، وهذا من فعل الخير.
حينما يفعل الإنسان الخير يكون الله سبحانه عز وجل معه. هذا الرجل أبو مسلم الخولاني، ونحن في حصة الخير مجلبة للخير، دخل مرة على زوجته، وينقل الإمام الذهبي وغيره من العلماء، والقصة ذكرها ابن كثير وذكرها ابن تيمية وغيرهم من العلماء، دخل على زوجته فقالت له: ليس عندنا طعام. قال: ليس عندي مال، هل عندكم شيء من الأموال؟ قالت: فقط دينار رزقنا الله عز وجل به لما بعنا الغزل، يعني كانت تغزل وتبيع الصوف، فأخذ الدينار وذهب إلى السوق ليشتري لهم طعاما. فلما دخل إلى السوق جاءه رجل، يعني إنسان تظهر عليه علامات المسكنة، فقال له: يعني أسألك بالله أن تعطيني شيئا من المال. أبو مسلم الخولاني ليس له إلا هذا الدينار، فأعطاه الدينار، لكن أهله وزوجته طلبوا منه أن يأتي لهم بطعام، ماذا يفعل الآن؟ ذهب وأخذ ذلكم الكيس الذي كان يريد أن يملأه بالدقيق ولا شيء من هذا، وجعل فيه شيء من الرمل شيء من التراب، وأتى به إلى الدار. لما دخل إلى بيته إلى داره، تخيلي معي الآن الزوجة تنتظر أن يؤتى لهم بطعام، وضع الكيس وخرج، لم يعد إلى وقت متأخر من الليل، فطرق الباب، فتحت له الباب، جاءته زوجته بشيء من الخبز بشيء من الطعام يأكل. قال لها: من أين هذا الطعام، من أين هذا الخبز؟ قالت: من الدقيق الذي اشتريته. فأخذ يأكل ويبكي رحمة الله عليه. شاهد عندنا هنا أستاذة أن الإنسان حينما يقدم الخير يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكلامنا هنا عن الرزق، رزق بمعناه العام في الحقيقة، حينما يفعل الإنسان الخير يرزقه الله عز وجل الخير في الدنيا والآخرة، حينما يعين إنسانا يعينه الله حتى ولم يلقى إحسانا بذلك الإنسان، حتى ولم يلقى إحسانا، لأنه دائما أستاذة الإنسان الذي يفعل الخير هو في الحقيقة يريد الخير من الله، صحيح. لا يريد عوض من ذلك الإنسان، لأنه الإنسان الذي يتاجر يتاجر مع ربه سبحانه عز وجل، يقدر هذاك الإنسان ما يقدرش، يستهل ما يستهلش، لا يهمه ذلك. الإنسان المؤمن يريد من فعله للخير أن يلقى الخير عند الله سبحانه عز وجل. وهنا لنا وقفة مع الرزق أستاذة، لأنه في كثير من الحالات الذي يقود الإنسان إلى الخطأ، والذي يقود الإنسان ربما إلى أن يقع في الحرام، هو هذه اللقمة اللي يجيبها باش يأكلها هو أو وليداته. في بعض الحالات أستاذة الواحد منا ربما يمد يده إلى الحرام، وربما يتعامل بالربا، وربما يأخذ رشوة، وربما يخون شريكه، وربما يزور وثائق حتى لا يرث معه الورثة، وربما يحرم أخته من الميراث، كل ذلك من أجل أن يكسب المال. وينسى هذا الإنسان أن الله عز وجل هو الرزاق، بل إن الله عز وجل خير الرازقين سبحانه وتعالى. ومعالم الرزق ربي تبارك وتعالى بين لنا باللي هذا الرزق قديم في الحقيقة وليس جديدا، بل إن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني رزقي ورزقك ورزق الأخ ولا الأخت اللي راهي تشاهد فينا، الله عز وجل كتبه بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. هل يمكن لإنسان أن يغير مقادير المولى عز وجل، أن يغير ما أراده الله؟ لا يمكن أبدا. بمعنى لما الإنسان يروح يمد يده للحرام، هو في الحقيقة ماذا فعل؟ هو في الحقيقة جاء برزق كتبه الله عز وجل له، في عوض أن يأخذه من الحلال تسرع وأخذه من الحرام. هذا فقط الذي فعله. فالحاجة الأولى أن الرزق هذا قديم وليس حديث. رزق المعلم الثاني أن رزقك يطلبك. نحن عندنا نقول نروحوا نطلبوا الرزق، نعم واحد يدير الأسباب، هذه لا نقاش فيها، ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو توكلتم على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير
ماذا تفعل الطير أستاذة؟ تغدو خماصا وتروح بطانة. طائر في الصباح يطير باش يروح يبحث على الرزق نتاعو، لكن هذا العصفور الصغير، هذا الطائر الصغير أمام تلك النسور، ما الذي يستطيع أن يحصل عليه لولا أن الله عز وجل تبارك وتعالى هو الرزاق ويرزقه؟ لو توكلتم على الله عز وجل حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. لا بد من الأسباب، ولكن الأصل أن الرزق هذا هو الذي يطلبنا، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من الموت لا أدركه رزقه كما يدركه الموت. سبحان يعني الله. لو الواحد منا مثلا قال أنا والله خلاص أنا الرزق نتاعي منديش، أنا هذيك حبة القمح التي كتبها الله لي ما نأكلهاش، مش رح يموت إلا إذا أكلها. سبحان الله. كما أنه لا يفر الواحد من الموت لا يستطيع الإنسان أيضا أن يفر من رزقه. سبحان فرزقك الذي كتبه الله عز وجل لك هذا الرزق يصلك وتأكله قبل أن تموت. الأمر الثالث أن رزق العبد في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم توعدون. مدام رزقك في السماء إذن رزقك ليس بيد البشر، لا يستطيع واحد من الناس أن يمنع الرزق عنك، رزقك بيد الله. الأمر الثاني في هذا، مدام رزقك في السماء لا تطلب الرزق إلا بما يرضي الله، ما تطلبش هذا الرزق وهذا المال إلا بحاجة واحدة، بوسيلة وحيدة، بالوسائل التي ترضي رب العزة سبحانه عز وجل، وهذا يخلي الإنسان يطمئن وما يمدش يده إلى الحرام، ما يروحش إلى أبواب الحرام باش يدي منها الرزق. الأمر الآخر أستاذة في معالم الرزق أن الرزق المادي في الحقيقة هو أهون الرزق، رزق المادي هو أهون الرزق. ما فيش واحد في هذا الدنيا، لأن الله عز وجل ربي تبارك وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ربي عز وجل كيما رزق هذيك الحشرة ورزق هذاك الحيوان ورزق كل شيء يرزق هذا الإنسان. الرزق مفهوم شامل، الطمأنينة في القلب رزق، والإيمان في القلب رزق، والرضا بما قسم الله رزق، والزوجة الصالحة رزق، والزوج الصالح رزق، والأولاد الصالحين رزق، والجار الصالح رزق، والهناء في هذه الحياة رزق. فالإنسان المسلم حينما يطلب الرزق يفهم أن الرزق بهذا المفهوم الشامل لأنواع الرزق. قد يرزق إنسان مال كثير مثلا ويحرم الإيمان بالله عز وجل، ماذا ينفعه ذلك أمام الله؟ قد يرزق الإنسان مالا كثيرا ولكن يحرم السعادة، ما الذي يستفيده من ذلك؟ صحيح. قد يرزق الإنسان مالا كثيرا ويحرم من أولاد صالحين، ماذا يساوي ذلك؟ قد يرزق الإنسان بالمال الكثير ولكنه يحرم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، ما الذي استفاده هذا الإنسان؟ ولذلك حينما ننظر إلى هذه الشخصية، إلى أبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه، حينما رزقه الله هذا الرزق عاش تلك المعيشة البسيطة السعيدة ونال هذه الدرجة الكبيرة في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أستاذ هذا الرجل الصالح وهو يرى مجموعة من الناس في المسجد، وتخيلي معايا حلقة في المسجد، الناس جلسة، هو ذهب إليهم ظنهم أنهم يذكرون الله يتدرسون علما من العلوم الغير ذلك، فوجد الناس يتكلمون في أمور بسيطة. قال لهم: ويحكم، أتدرون مثلي ومثلكم؟ تعرفوا المثل التاعي معكم أنتم؟ قال: مثلي ومثلكم كرجل أصابته الشتاء، يعني أصابه المطر. قال: فرأى بيتا فقال: آوي إلى تلك الدار حتى يعني تقيني من هذا المطر، من هذا الشتاء. قال: فلما دخل إليها وجدها أسوار بلا سقف. قال لهم: هكذا أنتم، أنا كنت ناوي نجي ليكم نجلس معاكم لعلي أستفيد منكم، فإذا بكم أنتم تتكلمون عن أمور تافهة. هذا الرجل هو الذي حينما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين.
ومعروف في الحديث لما جاء عكاشة بن محصن وقالوا يا رسول الله ادعوا الله لي أن أكون منهم، فدعا له، فجاء الثاني قال ادعوا الله لي أن أكون منهم، قال سبقك إليها عكاشة. هذا الرجل أبو مسلم الخولاني لما ذكر الحديث قال أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا بهذا الخير وحدهم؟ والله لننافسنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجال. قال والله راح ننافسهم على هذا الفضل، على هذه الدرجة، حتى يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خلفوا من بعدهم رجال ينافسون على الخير ويسابقون إلى الخير. فانظري إلى الخير كيف يكون مجلبة للخير، ولعل الله عز وجل يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إن شاء الله يا رب. شكرا لك أستاذنا الفاضل محمد بالعالية. أكيد المغزى دائما اللي نسعى له في حياتنا هو المنطق التطوعي والخير في هذه الحياة، ليس هو إلا نماء لما رزقنا الله سبحانه وتعالى، فكل شيء رزق، ولكن قد يعطينا سبحانه وتعالى رزقا فيحرمنا آخر، فالرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى هو الأمر. ولذلك هذا هو الإنسان الرباني، الإنسان الموصول بالله عز وجل، كما قال أحد العلماء قال إن صاحب التجريد يقصد به الرجل الرباني هو الذي لا يستغني إلا بالله، بمعنى لا يتقوى إلا بالمولى سبحانه عز وجل، لا يستغني إلا بالله ولا يفتقر إلا إلى الله، يعني هو دائما يشعر باحتياجه إلى رب العزة سبحانه عز وجل، لا يستغني إلا بالله ولا يفتقر إلا إلى الله ولا يفرح إلا بمرضات الله ولا يعني يحزن إلا على ما فاته من الله ولا يخشى إلا السقوط من عين الله. فهو يعلم أن الله عز وجل تبارك وتعالى بيده الخير كله، ويعلم أنه سبحانه عز وجل يعطيه ما ينفعه، لأن الرزق من عند ربي عز وجل. قد يمنع عنك المولى عز وجل شيئا فيكون ذلك رزقا لك. سبحان الله. نحن لا نعلم ما يصلح لنا، لكن الذي يعلم ما يصلح لي ولك ولكل المشاهدين هو الله سبحانه عز وجل. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، ثم قال إذا رزقت الفهم في المنع تحول المنع عين العطاء. إذا فهم الإنسان لماذا منعه الله عز وجل أو منع عليه الحاجة الفلانية وفهم أن الله تبارك وتعالى إذا منع إنما أعطى، فهو يعلم أن أو يعرف أن ذلك عطاء من الله سبحانه عز وجل. حتى قال ابن القيم رحمه الله قال والله لو كشف الله عز وجل حجاب الغيب لعبده ما كان عليه إلا أن يختار ما قدره الله. قال لك لو كان ربي عز وجل يكشف الغيب للناس كل واحد منا راح يخير ما قدره الله عز وجل، لأن الله عز وجل رحيم بعباده لا يريد لهم إلا الخير. فلما يعطيك شيء إنما المولى سبحانه عز وجل سبق في علمه أن الإنسان هذا قادر يتعامل مع هذا العطاء تعامل إيجابي، وإذا منع المولى عز وجل شيئا عن الإنسان إنما يريد أو سبق في علم الله عز وجل أن هذا الإنسان راح يخسر في امتحان العطاء. لأن أستاذ الإنسان في هذه الحياة الدنيا يبتلى بالمنع والعطاء. صحيح. يعطيك الله عز وجل لينظر ربنا تبارك وتعالى كيف يتعامل الإنسان مع هذا العطاء، ويحرمك الله عز وجل من شيء أيضا لينظر المولى تبارك وتعالى كيف يتعامل الإنسان مع هذا المنع. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، الرضا ثم الرضا بكل ما قدره الله سبحانه وتعالى وما قسمه لنا، فرزقنا مقدور ومحتوم وكل شيء عنده تعالى، ومع ذلك لا بد من اتخاذ الأسباب حتى يكون الإنسان في الصورة. أي نعم. شكرا لك أستاذي الفاضل، شكرا لك على كل شيء اللي تفضلت به في هذا الصبيحة. ما الآن أوفي أنا في كل مكان نتابع هذا الروبورتاج، ولنعود بإذن الله لاستقبال البروفيسور سليمان أولد خصال. ملتقى الإبداع والمبادرة والعطاء مجانا لإثراء النشاط المدرسي هو هدف نادي خيار الناس المنبثق عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. نادي خيار الناس نادي علمي ثقافي يهتم بالطالب
يوفر كاع الشهور الطالب الدراسه. عندنا كتب خارجيه، كتب عندنا كل عام ننظموا، نروحوا ننظموا في المدارس، عندنا تاع كتب، ندير تاع كتب معرض للكتاب، عندنا تاع البستانه، عندنا عده عروض تاع الطالب، وعندنا ننظموا رحلات للطلبة، عندنا زيارة المتاحف، زيارة أمور تاريخية، وعندنا نديروا حفلات تكريم طلبة ناجحين في شهادة البكالوريا. التلاميذ عندنا يجوا يوزعوا كتب، يجيبوا كتب، علمناهم لا نوسيون تاع الكتاب الوقفي. الكتاب الوقفي ما كانوش كامل يعرفوا هذا المبدأ هدايا، أنهم يجيبوا باغ إكزومبل دي ليفغ يستعملوهم، يبخان دي ليفغ يستعملوهم تانيك، يبخان دي ليفغ يستعملوهم، دونك هذاك الكتاب ما يبقاش حكرة الإنسان واحد، هذاك الكتاب يفا سو ديبلاسي دون بيرسون أي نوتر، واحد الناس بزاف تستفاد من هذا الامر. ومن بعد من الكتاب الوقت في انتقلنا بون تعرفنا في الاول، بدينا بوكو بلوس افيك دي زيكسبوزيسيون دي فوار اي تو لي زيلاف في الاطار المدرسي. من بعد بدينا بالعقل بالعقل خرجنا التلميذ من القسم باش دار نشاطات اخرى. نادي الكتاب الوقفي احد النوادي لخيار الناس، اذ يقيم معارض كل عام يقدم الكتاب مجانا للطالب الذي بدوره يقدمه لمن يحتاجه اذا استغنى عنه. حنا دي خيار الناس هذا يبدا من فيسبوك، بدا بدون شيء، وبفضل محبين الخير بفضل الناس راه وصل لمستوى شغل لا باس به. ومن سبيل المثال نبضى عن هذا النادي خيار الناس، وكان هذا المعرض فيه كتابات، كاين الناس خيرة من جاو عطينا كتابات وتطوعا، اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمعت بالمعرض تاع الكتاب، جيت نهوس على الكتاب تاع ابن تاعي تقرا في الليسي. ايوا مرحبا بك تفضل. واش من سنة ثانية؟ سنة ثانية ثانوي. ثانوي نعم. علمي علمي. تفضل هاوليك خذ ما شئت مجانا. سمعت بالمعرض تاع الكتاب عن جمعية، جيت على طريق اسمها بنتي اللي قالت لي، انا جيت لعند باش نستلم الكتاب اذا كاين، خاطش ما تخلفت ما شريتش الكتابات تاع البرنامج تاع الثانويه، جيت نشري الكتابات هنايا او يعطوني مجان، سمعت باللي يعطوا مجان يعني يعاونوا الناس بالكتابات. يعني سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا؟ لا سمعت، انا سمعت هكذا خرج صدى تاع الجمعيه راه يدور برا باللي كاينه جمعيه راهي تبدل الاخر، كاينه جمعيه دايره معرض تاع الكتاب. جيت لقيت أن كتابة تتواصل بنتك؟ نعم، أول سؤال طرحته على العلوم تاعها وجدت في يدي هاوليك، وراه هذا كتاب تاع العلوم سيونتيفيك. السلام عليكم. الله يسلمك. باش نتبرع شويه كتابات باش يستفادوا بهم غيري. جزاكم الله خير. تفضلوا معنا. ها تحبوا مجانا. اليوم جيت نتبرع بالكتابات اللي انا قريت بهم، كيما انا استفدت بهم باش يستفاد بهم غيري. وكيفاش يعني عرفتي كيفاش حتى لقيت الجمعيه النادية؟ انا كانت عندي صديقه تعمل هنا في الجمعيه، وحكات لي على الجمعيه واش يديروا عمل خير، ماشي غير هذه يديروا بزاف صوالح، وقالت لي احنا نضموا معرض الكتاب، اللي ما عندوش باش يشري كتاب، اللي ما عندوش كتاب يخصو يجي يدي. انا وحدي خصني كتاب، جيت ندي ونعطي اللي ما نسحقوش الكتاب اللي ما نسحقوش. انا كانوا عندي كتابات مقبل عطاوهم لي جدد، اون بليس قلت واش ندير بهم، انا نمدهم خير. جبتني هذه المجله راني ديتها كي فاهمه، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم ويساهموا في تثقيف الشعب ان شاء الله. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. جميل جدا مثل هذا المعارض التطوعية الخيرية في الجزائر، خاصة من قبل شباب أمثال اللي كانوا حاضرين معنا خلال عمر البرنامج نادي خيار الناس. ربي يوفقهم إن شاء الله لمسعاهم وفي مسعاهم وما يسعون إليها من خير ونفع لكل العباد، سيما عندما يتعلق بالجانب العلمي والفكري لكل شبابنا وأبنائنا. إذا مشاهدي الأفاضل، ما زلنا وإياكم بحول الله بعض الدقائق سنستثمرها وإياكم بمعية البروفيسور سليمان ولد خصال المرشد الخيري بعد فاصل قصير.
فيكم جميعا مشاهدي الافاضل، ارحب كثيرا بالبروفيسور سليمان ولد خصال. بروفيسور صباحك برباحك، مرحبا بك. الله يخليك اخت سعاد، صباح الخير، وكذلك تحيه طيبه للساده المشاهدين. اهلا بك اليوم باذن الله دائما في ذات السياق العمل. نعم. الخيري والتطوعي دائما. نعم. نتحدث عن طرق ومصادر تمويل. نعم. الجمعيات الخيريه في الجزائر على غرار باقي دول اخرى العربيه. نعم. لتقريبا نفس النمط، اليس كذلك استاذه؟ بلى في الحقيقه، ومع بعض الاختلافات البسيطة، ولكن عموما هذه هي، لأنه قلت دائما في العمل الخيري القرآن يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واليوم كما قلت انت نتكلموا على طرق تمويل الجمعيات الخيرية، وهذا أمر مهم لأنه راح يكون مقيد بالقانون، وراح تأطروا طبعا أحكام الشريعة الإسلامية، لأنه ما تنساش بأنه أعمال الخير هذا عمل خيري، والعمل الخيري دائما ينطلق من نصوص الشريعة، ينطلق من القرآن وينطلق من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تتدخل الدولة عن طريق قانون الجمعيات، مثلا قانون الجمعيات 2012 الهدف تاعها هو الحفاظ وإعطاء طمأنينة على أن هذا المال فعلا ينفق من أجل هدفه الحقيقي وهو الخير وليس لأغراض أخرى، وأنه فعلا ينفق بالطريقة السليمة وصحيحة كما سوف يأتي. ولهذا العلماء يقسموا طرق تمويل الخير إلى قسمين، طرق الداخلية والخارجية. احنا اليوم راح نتكلم على طرق الداخلية والخارجية، إن شاء الله نفصلها في يعني الخارجية راح نتكلم على الهبات وعلى الوقف ونتكلم على التبرعات المالية. لكن اليوم كاين ما يسمى بالتمويل الداخلي، بمعنى أن الجمعية تتكل على نفسها هي وعلى شيء ما على الدولة كذلك باش تأخذ شيء من هذا المال. أول تمويل يكون للجمعية هي اشتراكات الأعضاء تاعها. أنت تعرف بأن الأعضاء كاين المؤسسين وكاين جمعية عامة، هذه الجمعية والأعضاء هما الذين يبادرون بإعطاء اشتراكاتهم، اشتراكاتها رمزية يمدوها، وهذه تدخل في الوعاء المالي للجمعية. في بعض الأحيان يقوم بعمل ما من الأعمال يستعين بهذه الاشتراكات اللي تكون في كل سنتين. الحاجة الجميلة في القانون أنه الحاجة يعني أنه القانون لم يعطي سقفا لهذه الاشتراكات، يعني يقدر الأعضاء يقدر يمد 10,000 كما يقدر يمد مليار، ما كان حتى مانع قانوني في ذلك، وهذا جميل خاصة إذا نحن شجعنا الأعضاء الذين يكون البعض منهم من أصحاب الأموال، فهو عندما يدخل باشتراكه لا يعطي شيئا قليلا وإنما يعطي شيئا كثيرا. وإحنا إن شاء الله في نهاية ربما الحصص اللي نتكلموا في التمويل راح نشوفوا الإشكالات اللي تعاني منها هذه الجمعيات الخيرية، وعلى رأسها التمويل المالي. هو ذات الشيء اللي كان تحدث فيه نادي خيار الخير اللي حضروا معنا صبيحة هذا اليوم. بروفيسور، قالوا أنه حتى قضية التمويل ما فيش تمويل لا من الحكومة ولا من قبل يعني الأفراد، يعني التبرعات هي من قبل أعضاء الجمعية وهي تابعة لجمعية العلماء المسلمين، ونعرفوا أنه حتى جمعية العلماء المسلمين يعني تكل على نفسها في لا لا، حتى جمعية العلماء تعطيها الدولة وعندها مبالغ من طرف الدولة الجزائرية، هذه سأقولها لك بطريقة رسمية. نعم. لكن ربما المبالغ التي، لأنه كاين جمعيات فرعية بمعنى تعتمد على لما تقول لك نعتمدوا على أنفسنا، ماشي فقط على أنفسهم، يعتمدوا أيضا على التبرعات. تبرعات الأشخاص يعني. التبرعات هذه لأنه احنا نفرقوا بين تبرعات الأشخاص وبين تبرعات الأعضاء. تبرعات والدولة راح نتكلموا عليها، احنا بدينا بجزئية واحدة. نعم. اللي هي تبرعات المشتركين، رانا احنا أعضاء في الجمعية بلا ما ندخلوا شخص أجنبي عن الجمعية. الرئيس، الأعضاء، الجمعية العامة، هؤلاء كلهم يمدوا اشتراكات رمزية، كما اللي يدخل في مكتبة ولا يدير عمل ما ويمد اشتراك رمزي مبلغ معين. هذه الاشتراكات تعتبر وعاء، تعتبر وسيلة من وسائل تمويل هذه الجمعيات. أنا الشيء قلت لك نعاود معليش نكرره، أنه الشيء الجميل أنه ما كاش حد أقصى، لذلك احنا دائما ننصحوا الجمعيات، والجمعيات تعرف هذا الأمر، أنه الناس اللي يكونوا في الجمعيات مليح يكونوا البعض منهم من أصحاب الأموال، من أصحاب الشركات، باش إذا مد الاشتراك تاعه يمدوا بطريقة سخية وتساعدنا، وهذه وسيلة مهمة جدا. الوسيلة الثانية اللي إضافة إلى الاشتراكات الشخصية كاين ما يسمى بالعائدات المرتبطة بأنشطة الجمعية. الجمعية لما تروح تقوم بعمل ما القانون يسمح لها،
مثلا جمعيه حبت دير ملتقى كما كنا في الاسبوع اللي فات درنا مع جمعيه كافل اليتيم الوطنيه، جمعيه الخيريه لكافل اليتيم الوطنيه في زيرالدا. الان لما يروحوا يديروا جمعي ملتقى وطني ولا ملتقى ولا يوم دراسي ولا، يقدروا الاعضاء اللي يساهموا فيها يطلبوا منهم انهم يمدوا اموال بسيطه يعني مبلغ. وهذه ماشي فقط غير في الجمعيات الخيريه، حتى في الجمعيات، حتى في الملتقيات الوطنيه والدوليه، الناس مثلا يروحوا يشاركوا في ملتقى في فرنسا ولا في مصر ولا كذا، يساهموا بواحد المبلغ تاع مال. هذه الاسهامات هذه او المساهمات عفوا، هذه تخلي الجمعيه عندها مجال يعني يدخلوها هذا. الان درت انايا ملتقى، الناس نطلب منهم يمدوا لي شويه، وخاصه اذا كان جمعيه خيريه. قال احنا راح نديروا ملتقى وعندنا انكاس، عندنا صندوق وحطوا فيه دراهم. هاي فرصه. ايضا درت منشور، درت مجله ومديتها مقابل، صح المدى له باطل، لكن مقابلها يعطيني مبلغ من المال، لانه هذه طرق. ما تنسيش الاخت سعاد بان الجمعيه الخيريه الاصل التمويل تاعها هي دير الخير، وهي تعتمد على اهل الخير. هذه هي القصه. يعني هي واصله فقط. نعم، واصله بين المحسنين. المحسنين، ولذلك هي تدبر راسها بين قوسين، بمعنى تحاول انها وتحاول انها تجد طرق التي تمول نفسها. القانون سمح لها ببعض هذه الطرق، لكن هي تفعلها. أنا لما يقول لك بأنه القانون يقول لك بأنه هنا الذكاء تاع أي جمعية من الجمعيات، لما يقول لك أنايا أنت من طرق تمويلك اشتراك تاع المحسنين، اشتراك تاع الأعضاء تاع الجمعية، احنا نديروا 10,000 10,000، مبلغ بسيط، بصح من الأعضاء يحب يمد مليار، والآخر يمد 5 ملايين، والآخر 4 ملايين، وراه الإشكال في ذلك. لما نديروا حنايا حفل تكريمي، ولا يوم دراسي، ولا مجلة، ولا منشور، وأهل المحسنين ندعوهم ويساهموا هما كذلك بما يستطيعون. القانون يسمح لهم بذلك. الآن هاي فرص هنا وهناك يستعملها هذه الجمعية اللي كانت تكلم لك. لما تدير هي يوم دراسي ولا تدير تكريم ولا، تطلب من المحسنين في جمعية كبيرة أنه أرواحهم، وأنه كان واحد فيكم يقدم لنا مساعدات له ذلك رمزية ما استطاع. إذا هذه وسيلة ثانية قوية من وسائل التمويل الداخلي. نعم. نزيد أيضا شيء آخر الأخت سعاد، هي النقطة الثالثة، هي إعانة الدولة. هنا الإشكال اللي كانوا يتكلموا عليك، إعانة الدولة أو الولاية أو البلدية. تتعرف بأن الدولة يمكن تحدثوا من الجانب القانوني هنا، هل من حق كل الجمعيات الخيرية في الجزائر أنه تأخذ إعانات من قبل الدولة كل الحكومة؟ نعم، جميعها عندها الحق، لكن هذه هذه فيها واحد شروط معينة، إجراءات معينة. من بين هذه الإجراءات أنه الدولة تشوف إذا كانت هذيك الجمعية، إذا كانت هذيك، احنا نتكلموا من الجانب النظري، لأنه أهل الميدان ربما عندهم أدرى، ولكن احنا نتكلموا ما يجب أن يكون على الأقل من حيث النصوص. أنه البلدية تعطي مبلغ معين، نسبة قليلة على كل حال، تساهم بها لهذيك الجمعية، لأنه الجمعيات أنت تعرفي بأنها تختلف، كاين جمعية بلدية وكاين ولائية وكاين وطنية، وكاين وطنية اللي عندها الفروع تاعها. الآن لما الوطنية، لما الوزارة الداخلية أو تعطي نسبة معينة، ولا الولاية تعطي نسبة معينة، ولا البلدية تعطي نسبة معينة، الآن تعطي لتلك الجمعية. كاين شيء آخر تعطيه أيضا كذلك الدولة من خلال ماذا؟ من خلال نشاط، برمجة نشاط معين. مثلا الجمعية راح ديرنا نشاط معين، تعلم الجهة الوصية باللي راح دير نشاط خيري معين، تبدا البرنامج تاعو، التفاصيل تاعو، التمويل تاعو، وتعطيه للبلديه، البلديه تساعدها بنسبه معينه لهذاك النشاط، يعني تولي هي طرف قوي في ذلك. اذا واش تلاحظوا هنايا؟ لاحظوا ان هناك فرعان في التمويل من طرف الدوله، الفرع الاول او وسيلتان، الوسيله الاولى انه اصلا الدوله تعطي نسبه معينه في كل سنه، والوسيله الثانيه انها ماذا؟ انه الدوله من خلال انشطه تلك الجمعيه تعطي لها البرنامج تاعها، تقول هذه قادر تكون مره في السنه، مرتين في السنه، قال عندي برنامج الفلاني، تعطي كاع التفاصيل تاعو، والدوله تعطي له ذلك المبلغ المعين، ولا تساهم الدوله في ذلك. هذا الاسهام ماهوش كافي بطبيعه الحال، لانه عاده الجمعيات يعتمدوا على وسائل اخرى اللي هي التمويل الخارجي. ولكن فقط احنا رانا نقولوا بانه هذه وسائل فقط الواحد يحاول انه يفعلها. وعلاش؟ خليني نقول لك حاجة مهمة جدا. نعم.
الان كيفاش تعرف، كيفاش الدوله تعرف بانه كيفاش تساعد جمعيه على حساب جمعيه؟ الجمعيه لا تثبت جدارتها. قضيه استحقاق يعني. التي المال تاعها باين وين يروح والنشاط تاعها باين وتمد واحد المردود فيها مردوديه وفعاليه هكذا. نعم. على هذه اذا طالبت الدوله تعينها وبخاصه بالنسبه الى التمويل بالنسبه للبرامج. طيب هنا تساعدها، لكن التي ربما موجوده فقط على الورق، اسمه على الورق ولا تكاد الدوله لا تعطي لها ذلك. ولهذا ما تنساش بلي عندنا واحد الماده في قانون الجمعيات انه الجمعيات ملزمه انها تقدم التقرير الادبي والمالي تاعها في كل سنه وجوبا. يعني تجيب التقرير الادبي والمالي، واش معناتها التقرير الادبي والمالي؟ تقول مين جبتي هذه الاموال وين صرفتيها وكيف صرفتيها بشفافيه. نعم. وهذا هذا الامر هذا لما يكون فيه المصداقيه ويكون فيه فعلا يعني فيه القبول والثقه، هذا يخلي الدوله تساعد وكذلك المحسنين يمدوا بشكل كبير. لكن إذا كانت هناك ضبابية في طريقة التمويل، لأنه ما تنسيش احنا نتكلموا في الجانب العاطفي، نعم صحيح، لكن هذا الجزء هناك من يستغله كذلك، هناك من يستغله، لأنه أصعب شيء أنك تتعاملي مع المال. لك معي سعد تعبتي؟ نعم. عيتي شوية؟ أبدا. تفضل أستاذ. أنا نركز هكذا. صح. إذا هذا على بالي راكي تعبتي شوية، لأنه أنا ظهري الحصة الأخيرة هذه. تفضل يا أستاذ. معليش. نعم. تفضل. فإذا هذا 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 الآلية القوية اللي تخلي الجمعيات تنشط بشكل أكبر وبشكل كبير. دوك اللي عندك سؤال تفضلي وبعد ننتقل لك حاجه اخرى. ربما كنت احب ان اتحدث بشكل واقع اكبر، لانه الجمعيه قبل قليل قالت انه ما فيش تمويل، هل يمكن المطالبه بهذا التمويل الحكوميه لمسانده هاد الناس؟ لانه قالت حتى المقر ما عندهمش. نعم. مع انه عندهم 18 سنه من الوجود. 18 سنه يعني في اعتقادي انه فتره ربما لا باس بها لمنح تمويل. شوفي انا اقول لك على جمعيه اخرى في باريكا انا كنت فيها قبل سنه. أيوة. جمعيه باريكا باش يكونوا اكثر واقعيين. جمعيه باريكا صح اعتمدت على انه لانه كانت تبحث على المقر تاعها، الان استطعت ان تجيب لها المقر عن طريق الوقف. كاين ناس محسنين دار لها وقف، ما تنتظرش الجمعيه فقط غير من جهه الدوله. نعم تنتظر، لكن تحاول ان تبحث هنا. انا قلت لك جمعيه خيريه هي واسطه، واسطه بين، فكاين ناس محسنين يتبرعون. انا تكلموا معايا واحد الجمعيه في الجانب القانوني وين قالوا لي خلاص لقينا مكان، كيفاش نديروه؟ قلت لهم ديروه وقف على كل حال للجمعيه الخيريه تاعكم، واذا انتهت هذيك الجمعيه تبقى لكل جمعيه خيريه في هذا الاطار باش يبقى وقف دائم. اذا عندهم مقر الان بفضل تبرع بعض المحسنين. نقول لهذه الجمعيه انه تحاول ان تنشط من اجل ان تجد هذا المقر، ليس فقط من طرف الدوله ولكن ايضا بهذه الوسيله الثانيه اللي هي وسيله الوقف اللي راح نتكلموا عليها ان شاء الله في حصة أخرى إن شاء الله. نختم أستاذ خلاص بدقيقة واحدة لو سمحت. معلش هذه الجمعية الخيرية تاع كافي اليتيم واش تقول لنا في التمويل؟ نعم. لاحظي ونختموا بها إن شاء الله. أه. تقول بأنه التمويل تاعها، مصادر التمويل تاعها تعتمد دائما على المحسنين، ولكن تنتظر هي من السلطات والدولة أن تدعم الجمعية الخيرية للقيام بواجبها الوطني. أكيد. ولكن احنا نقول بأن هذا الأمر مهم، لكن على الجمعية كذلك أن تثبت الجدارة تاعها، أن تنشط في المجال، رغم الظروف ورغم التحديات. نعم. شكرا لك بروفيسور سيمان والتخصال على كل شيء تفضلت بها في هذا الصباح. شكرا موصول لكم جميعا أوفياءنا داخل وخارج الوطن. مع سيقول سوى أني خدمتكم في هذا الصباح بمعية كل زملائي بكل صدق وبكل مودة، بقيادة الزميل كريم عزوز في الإخراج، حمزة بالعايب في الإشراف، فريال سكريبتانا، بوعاصم، عقيلة، سارة، أمين، كل من خدمكم وكل المتربصين هنا يحييكم في هذا الصباح. اهتموا بأنفسكم، لا تنسوا واجباتكم حيال بارئكم وأنفسكم وذويكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.